نهاركم سعيد مشاهدينا، مباشرة مرة جديدة ومثل كل يوم من ساحة الشهداء. يعني يوم عن يوم عم نضل موجودين هون، عم نضل نتابع معكم ما يجري في الساحات، أكان بين رياض الصلح أو ساحة الشهداء ومبارح بمبنى العزرية. وكل ما عم بيكون في أي تحرك أو أي مفاجأة من شبان وشابات طلعت ريحتكم والحملات الأخرى من المجموعات الشابة ضمن هيدا الحراك المدني العلماني اللا طائفي اللا حزبي ولا سياسي، كل ما نحن عم نتابع يعني وعم نكون باقيين بهيدا الساحة تنشوف شو هي الخطوات التالية وشو هي المفاجآت اللي عم بيحكوا عنها هؤلاء الشبان. بالمقابل كل ما عم بيعملوا أي تحرك ما عم نشوف بعد أي إجراء يجيب على مطالبهم حتى الساعة. تنشوف اليوم شو بده يكون فيه بالمؤتمر الصحافي لوزير الداخلية، ونشوف ليش في هالإجراءات الأمنية المكثفة حول وزارة الداخلية، وهل صحيح أنه هؤلاء الشبان رح يتوجهوا لوزارة الداخلية أو رح يكون عندهم مفاجآت أخرى. كتار من الناس عم ببلشوا هيك يعني يطلعوا أكتر على هيدا الحراك المدني، وكتار من الناس عم تدعمهم وعم تعمل لجان لدعمهم، من بينهم لجنة من الفنانين ومن الإعلاميين التي تدعم هؤلاء الشبان، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي أصبحت هذه الوسائل سلاح أساسي في أي معركة وبأي خطاب وبأي يعني معركة تكوين رأي عام. بدي رحب ببرونو طبال، أهلا وسهلا فيك برونو. أنت من هؤلاء يعني الفنانين مع الزملاء الإعلاميين داعمين لهؤلاء الشباب، ليش برونو اليوم أنت بتدعم هيدول الشباب بحراكهم؟ شو بيجمعك معهم؟ بسيطة، المواطنية بتجمعني معهم، يعني شغلة كتير سهلة. أنت وأنا إن كنا صحفية أو فنانين أو كنا مواطنين عاديين، بالنتيجة في عنا حقوق وفي عنا واجبات بهالمجتمع، واليوم بالوضع اللي نحن فيه وصلنا لنقطة وين ما بقى عنا ولا أي حقوق عم تتأمننا من القصص المطالب إذا بدك الأساسية. فأنا اليوم دوري يمكن كفنان لأنه وجه معروف فيني ساهم إنه وصل المساج، بس أنا عم بدعم الخطوات اللي هن عم بيعملوها لأنه بالنتيجة هن رح يحصلوا لي حقوق كل الموجودين. بس في كتار كمان قبل يعني بشوارع أخرى بساحات أخرى رفعت شعارات شبيهة، مش غلط. ليش هن تحديدا؟ لأنه عم نشوفك من ضمن هاللجنة متحمس ومنشوفك بالتظاهرات وحتى مبارح كنت موجود مع كل اللي صحيح. صار لكن صراحة اليوم في شيء مثل نوع من وعي الشعب لشغلة تغيرت. أول شيء هي أنه التأم السياسي اللي كان موجود والأحزاب عم بتعيد إذا بدك عم تفوتنا بدوامة ما عم توصلنا لأي نتيجة. فتحرك هالشعب بطريقة كتير إذا بدك عفوية، لأنه كلنا يعني كلنا بنعرف اللي نزلوا ما نزلوا محركين من أحزابهم أو من قرار إجا، يعني إجوا لأنه حسوا إنه فعلا في نقمة في وصلوا لمحل إذا بدك طفح الكيل. يعني النفايات كانت هيدي النقطة يلي خلت الكيل يطفح، وإنه خلص إنه اليوم أنا شو كل ما بنتجه لمذهب او لدين او لحزب سياسي عم بطلع انه النتيجه ما بيوصل لي نتيجه من هذا الشيء. فقلت بعطي شانس لهالشباب يلي هن اليوم حراك مدني، يلي هن بينتموا لكل الطوائف لكل المذاهب وما عندهم طائفيه وما عندهم مذهبيه وما عندهم انتماء حزبي، حتى على القليله هن عندهم نظره يمكن اذا بدك من برا جديده بيقدروا يطرحوا اليوم علي شيء جديد، بيقدروا يحققوا شيء جديد. هن منن جديد عليهم هيدا الفكر وهيدي المطالب وهيدا الحراك، وكنا نشوف يعني على وسائل التواصل الاجتماعي كيف كانوا هن يتفاعلوا بين بعضهم ومع ناس يعني هيك متعاطفه معهم. بس برايك هو ملف النفايات اللي خلاها هيك تنفجر؟ لا مين طبعاً. كان بيقول هيدا التحرك اللي بلش ب 20 25 شاب قدام رياض الصلح عم بيكبوا النفايات بقل من شهر يعني؟ صح. ايه اكيد هي النفايات، لانه إذا راحت الكهرباء في الموتور بيجري بيشترك، يعني في شيء دائما عم بيسكتك إذا بدك أو عم بيخليك أنت كمواطنة هيك ترضخ إيه شوية تقطع هالغضب أو تضغطي هالغضب اللي بتبقى عايشتيه على سنين. بس النفايات موجودة ورح نتسمم ورح نلقط أمراض، وهلأ عبواب الشتاء يعني كله أشياء مش أنا قلتها ومش أنا عم بجي أدعي أني بعرفها، كلهم قالوا لنا إياها الأخصائيين بالموضوع. فإذا اليوم في حالة طارئة، فهيدي الحالة طارئة إجت كتتويج لكل هوليك الحالات، وهذا شيء كثير طبيعي. يعني لانه انت فكري فيها ندى، شو عندنا بهالبلد؟ يعني خلصت الحرب من اكثر من 20 سنه، شو عندنا 25 سنه؟ شو عندنا؟
كهرباء، ما عندنا مي، ما عندنا شيء، يعني ما عندنا بقى شيء نخسره. اسعار، انت بتروحي على السوبر ماركت من 10 سنين لليوم، من 5 سنين، من سنه لليوم الاسعار عم بتطير. اجارات للشباب ما في اجارات، يعني هالشباب كلها عم بتهاجر، فرص عمل ما في. فكري بكل هول، يعني فعلا نحن بحاله بلد واقف. بس شو رايك؟ وعم بيتراجع. نعم، بس شو رايك؟ كل هالحراك واقل من شهر، الازمه النفايات رح يصير لها شهرين، بعد ما في اي تقدم او اي قرار او اي موقف لمعالجه هالازمه البيئيه الكارثيه، شو بدي اقول لك، الوباء اللي ناطر اللبنانيين. هيدي تتشوفي لاي درجه الحد الادنى من الطبقه السياسيه الموجوده اليوم فينا نقول عنهم هن فاشلين، قبل ما نقول هن فاسدين، خلينا نقول قد ايه هن فاشلين. انا بدي اعطيهم سلم جدل واقول انه هن منهم فاسدين كلهم، لانه طبعا ما فينا نضحك على بعض نقول 128 نائب و24 وزير كلهم فاسدين وكلهم خاطئين، ولكن التركيبه تبعيته اليوم، وجودهم، طريقه ادائهم، كل شيء ما وصلوا لنتائج. نحن بدنا نتائج، الشعب اللبناني بده نتائج، ما بقى بيقدر ينطر بس انه خطابات. قد ايه صرنا بنسمع خطابات وما في نتائج؟ هيدا اكبر برهان انه اللي عم بيصير، انه الاشخاص الموجودين بمحلها منا بمحلها ومنا مسؤوله، يعني اقل شغله. بس انه ما في شيء رح يتغير، لكن امبارح فاتوا على وزاره البيئه، ما هيدا اللي انا بدي اقوله، الوزير ما اتخذ اي قرار، ما تشكل سلول دو غريز لنقول تعالي، مزبوط مثلا، من قال انه يلا يا بلديه تشتغلوا، نحن بندعمكم وبنعطيكم عائداتكم من صندوق البلد المستقل؟ يعني هل قد برايك في استخفاف او عجز او تخبط، اي وحده منهم؟ ثلاثتهم. لا لا لا، ما في شك انه في ضغط خارجي. ما تنسي نحن ببلد عايشين، ما بدنا نضحك على بعض، يعني اليوم صارت الاشياء كلها بتنقال. ما تنسي انه كل الموجودين بالسلطه كلهم، اذا بدي ما بدي اقول كلمه كبيره، بس شي محل مامورين، مامورين من 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 جهات خارجيه بموضوع النفايات، مش بموضوع النفايات، بموضوع معالجه الامور الاجتماعيه. ما بدك تفكري انه هن الامور الاجتماعيه، تامين عداله اجتماعيه للمواطنين. ايه رح اقول لك ليش، لانه لما النفايات بتكون هالقد محصصه على الطوائف وعلى القوى السياسيه، اللي هي القوى السياسيه جايه امر من برا، معناتها انه القوى السياسيه، معناتها السلطه اجاها امر انه توزع الحصه بالقوى السياسية. ليش؟ لأنه القوى السياسية بحاجة اليوم لأنه تقدر. هي بسيطة جدا، وقتها كانت الهجرة اللبنانية عم بتصير بالعالم، ليش كنا مرتاحين؟ لأنه كانوا هالشباب الهجرة كانوا هن يفوتوا المصاري، يضخوا مصاري بلبنان للاقتصاد اللبناني، ولا يزالون يعني جزء كبير من الاقتصاد بس من وقت بيعتمد عليهم طبعا. بس ولكن من وقت ما صارت الكريزة إذا بدك الاقتصادية بالعالم، خف هالضخ المصاري اللي كان يوصل. وبنفس الوقت سعر البترول، يعني عم احكي شوي يمكن فلسفه قراءه سياسيه، سعر البترول بالعالم لما كان عالي بالبلاد العربيه، كانوا هالبلاد العربيه يضخوا للاحزاب بلبنان مصاري، فاذا كان اذا بدك في نوع من توازن. لما اليوم نزل سعر البترول، صفت هالمصريات البترول ما عادت تنضخ للسياسيه بلبنان، فصاروا عم يجربوا يفتشوا على بديل، ومنا بملف النفايات انه يقسموا يرجعوا الجاتو بطريقه انه يقدروا يطلعوا منها مصاري. يعني هي كثير هينه القصه، بس طلعت مناقصات التكت بعد 24 ساعه، يعني حطوا شوا، صار فاكولتاتيف، انتم يا بلديات فيكم اذا بدكم، ايه. بس انه ما عندكم القدرات، وفي بلديات صغيره ما عندها اموال. ليكي بس انا بدي اقول لك شغله هون، الجواب هيدا اللي قلتيه انت انه لغيوا المقاصات، هيدي نوع من اذا بدك اول خطوه من تحقيق لا او من نجاح، من نجاح هيدا الحراك. طبعا الناس مفتكره انه ب 24 ساعه رح نغير كل شيء، عم نحكي عن عقود يا جماعه، عقود من الفساد، عقود من الفشل، عقود من كثير قصص متشعبه وفاتت بعدها وغلط، كلها غلط، كلها ركبه غلط، سلطه فاشله، تركيبه لبنانيه فاشله. طبعا هلا هون انا بتشوفوني محمس وعم بحكي، رح تفتكري انه انا يمكن بدي ثوره. اوكي، الثوره لوين بتودي؟ في ناس بيقولوا بدهم اسقاط النظام، هون انا بقول انه هذا الشيء كثير غلط، يعني لانه انت برايك مش واقعي. شو لازم تكون؟ مش يعني البصول كيف لازم تكون موجهه؟ اول شيء حل ازمه النفايات، لان هي ما بتنطر، هيدي اول مطلب بعتقد اذا بدك بالتراتبيه سلم القصص. بعدين في عندك البصول، هي بسيطه جدا، عندنا نظام فاسد، عندنا نظام سياسي مريض، يعني بمعنى انه ما بيقدر كنظام، بغض النظر عن الاشخاص اللي بيجوا او بيروحوا، ما بيقدر يحرك هالبلد، يعني اذا بدك يخلق له حيويه. فاذا في طريقتين، في ناس بيفتكروا انه اذا سقطنا النظام وعملنا ثوره واقتحمنا الاماكن، يعني انه اذا بدك غيرنا كل شيء.
انا بعتقد انه هي قصه تطبيق اول شيء النظام وتطويره، يعني اذا بنبلش نطبق كل البنود بهالنظام ترجع تعيشه يمكن اذا بتطبقيه مثل ما هو، يعني انه شو هو وشو بيقول شو بنص، يعني حتى اذا رحنا للطائف بنص انه اول شيء يكون في عندنا القانون انتخاب عادل يلي بعد ما شفناه، اذا بنطبق انه يصير في عندنا مجلس بس شيوخ. بس مين بده يعمل هالقانون؟ طب ما هالنواب الشباب اللي قايمين ضدهم وهالنواب اللي ما عم بيقدروا يتفقوا لانه في مجموعات او في قوى ترفض ان فعلا يكون في تمثيل صحيح لكل مكونات الشعب اللبناني. وهون دور هيدي الحراك، هون دور ضغط الشارع. ضغط الشارع رح تقولي لي ما رح يعمل شيء، اول مره ما بيعمل شيء، ثاني مره يمكن بيعمل حرك شوي، وما فيك تقولي انت ندى كنت على الارض وشفتي، بتعتبري انه بهالشهر ما صار في تغيير؟ ما صار في يعني ما في كرسي انهزت بس تحريك، ما في كرسي انهزت لانه برجع بقول لك انا بحس انه لانه ما في اوامر اجت انه لازم كرسي تنهز، انا ضد انها تسقط الحكومه اكيد، لانه بعتبر انه اذا سقطت الحكومه ما في حدا رح يكون عم بيدير البلد. طيب اذا مش تسقط المحاسبه يعني اتخاذ القرار بالمعالجه الفوريه. خليني احكي عن قصه امبارح، شو صار امبارح؟ امبارح الشباب يلي فاتوا على اول شغله بدنا نقولها بخافوا العالم انه فاتوا على وزاره البيئه. ما فوتتهم على وزاره البيئه، في كثار من المتعاطفين معهم انتقدوا هالشيء واعتبروها خطوه لأنه ناقصه او دعسه ناقصه. كنا عم نتسير بهذا الموضوع انا وياك، عم نقول انه عالم نحن بلبنان بنخاف انه العالم بتقول انه لا وعيب بعد عندنا وهره انه الدوله، بس نحن بننسى انه هيدا حق شرعي بالعالم كله، كل العالم وين ما بتشوفي وين ما كان بفوتوا بيقتحموا لانه هيدا مبنى يعني هيدا مبنى ببليك يعني عام، محل عام، إلهم حق يجوا يعتصموا فيه سلميا، لا ما في باب انكسر، ما في ازاز، ما في تابلو وقع اذا شفتي، يعني بالعكس العالم كانوا عم يتصرفوا بكل شرعيه اذا بدنا نقولها المتظاهرين، وعملوا خطوه تصعيديه انه نحن موجودين ما فيكم تتجاهلونا. كيف تجاوب معهم؟ هيدي خطوه للورا لهالسلطه يلي ما عم تعرف يلي عم تتخبط وما عم تعرف تتصرف. وبعدين شغله ثانيه اللي بتقولها على اللي صار امبارح، هن اللي عم يطلع ناس عم بتقول انه ما راح يحل شيء اذا فل المشنوق، الوزير المشنوق محمد المشنوق، طيب يمكن ما بيحل شيء، بس ما فينا اذا ما نبلش نفكر بذهنيه الدوله، حق يعني منطق الدوله انه ايتا دو دروا مثل ما بيقولوا، يعني بمنطق الدوله بحيلا بلد بالعالم، الشخص المسؤول بهاللي اللحظه بيستقيل لما خاصه بيقول انه هو منه قادر يتحمل المسؤوليه، ما حدا عم بيقول انه هو فاشل بكل شيء، يمكن الزلمه قادر بغير بوست يكون بغير منصب يكون ناجح، بس هو اعترف انه انا ماني قادر حل ازمه النفايات، تتفضل بتستقيل، هيدي منطق الدوله، يعني منطق يعني بدنا نبلش نفكر بمنطق قبل يعني بلوجيك اذا بدك او بحق قبل ما نبلش نطالب شمال ويمين. فهون بعتبر استقالته بحسب ما يعني الاعذار او التبريرات اللي اعطت بتعمل خلل بالتوازن الحكومي. ما مش بيعطونا تنسى انت بنظام طائفي وعلى الورق انك يجيبوا بس نظام الطائفي يجيبوا حدا بديل له، ما بقى في حدا بديل موجود بهالطبقه بهالطائفه، انا ما بحب ابدا احكي طائفه بس مضطرين بهالطائفه، ما بقى في حدا يجي بديل محله اليوم بالوكاله بيقولوا اذا ماني غلطان يلحق هالملف، ما زال هو يعترف انه منه قادر. انت اليوم اذا انت صار معك انهيار اعصاب وعم بتغطي حدث شو بتعملي؟ بتضلك قاعدة بمحلك؟ لا، بيجي حدا بيمثلك يعني بيجي محلك بديل من الـ BCI يغطي الحدث عنك إذا أنت صار معك عارض صحي شو ما كان. فاليوم نفس الشيء يعني عم نطلب نفس البرنسيب إنه أنت اعترفت إنه منك قادر، تفضل أدي باستقالتك، هذا بشرفك وبنفس الوقت بحرك الأمور، بنشوف حدا تاني بيجي بركي بيقدر يلاقي حل. برونو أنتو كلجنة يعني شو اللي خليكم تفكروا مع الزميل فراس حطوم بهيدي الهيئة الدعم أو لجنة الدعم، وقديه فعلا يلي عمرها يومين ثلاثة مثل ما فهمنا، قديش هيك عملت ردة فعل إيجابية وناس تفاعلت معها وحتى في إعلاميين وفنانين صاروا من ضمن هالمجموعة. لكن احنا شباب كمان ونحن مثل ما انت قلتي وجوه الناس بتحبنا على قد احجامنا كلنا بغض النظر عن كل واحد قديش يمكن معروف او اقل او اكثر، بس عندنا مصداقيه عند الناس، بيعرفوا انه عندنا تاريخنا، بيعرفوا شو بنقول وشو بنصرح فيه وفننا شو بيعن شو بيحكي، فيمكن بيتمثلوا فينا، فما فينا نحن اليوم ما نعطيهم هالمثل كمان بالنسبه لمواطنيتنا لدورنا كمواطنين يعني. فصورتنا بتساهم لانه تعطي صوره ايجابيه كمان، يعني ما فينا نغير الامور كمان كله باشياء جديه، حلو كمان نمزح، حلو نضحك، حلو يكون في بونيمار يعني
بوني ما حس الفكاهه يعني. حس الفكاهه نكون مبسوطين باللي عم نغيره بهالتغيير، لانه بالنتيجه بدنا نحس بايجابيه بالعمل اللي عم نعمله. فدورنا نحن هون هيك، دورنا كوجوه فيها تاثر على هالناس، فيها تشجعهم اكثر يشوفوا انه لا نحن كمان. قديش في ناس تفاعلت معك انت مجرد ما انت صرت مشارك، وشو كانت رسالتك انت وقتها بلشته؟ انا قلتها كثير بسيطه يعني، قلتها انه طمرونا بالزباله يلي هو رياليتي، وبدهم يعملوا مصاري منا يلي هو رياليتي. قلت كمان انه مستقبلنا لكثير نحن شباب، كثير منا بيعيشوا بحسوا باحباط بهيدا البلد. وقلت كمان انه سرقوا لنا صوتنا الانتخابي، ما تنسي انه هذا المجلس الموجود هو مجلس ممدد لنفسه يعني غير شرعي. ف يعني ساعات اللي بدهم بيتحكموا بالدستور مثل ما بدهم، وساعات اللي بدهم بيستعملوا الدستور تيخوفونا، عرفت كيف؟ انه يقولوا لنا انه لا وبركي يا عمي العالم ما بقتب لها القصص، خلص وصلنا لنقطة شفنا 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 شفنا، يمكن سجلنا من دون ما كثير نعمل رياكشن بوقتها، بس هلا عم يكون عندنا ردة الفعل الصحيحية الصحيحة، خلص 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 انتم دوركم خلص هلا فعلا دورهم خلص. ما هلا انا خلينا نكون واقعيين يعني، ما نحكي كثير شعر مزبوط بين مزدوجين، ما كثير نكون حالمين بواقع بلبنان. نحن بنعرف كيف لبنان، كيف التركيبه، اذا رئيس بدك تنتخبه ناطرين المحاور الاقليميه تتفق تيصير في رئيس، فكيف؟ هيدي شغله كثير مهمه، لانه هون بيجي دور فكره عدم اسقاط النظام. انا برايي ما بدي اسقط هيدا النظام، لانه انا اذا بدي اسقط النظام شو عملت؟ ما عملت شيء، ما عندي بديل اليوم، ما عندي لا خطه بديله شامله، عندي خطه بديله على المدى اذا بدك المتوسط يعني حل ازمه نفايات والى اخره، بس على المدى الطويل ما عندي. فهون بيصير تراتبيه الاولويات والمطالب اللي نحن عم نطلبها كشعب. اول شغله الرفضيه، يعني انه نرفض بتاتا هل الطبقة السياسية بنعتبر انه كلهم مثل ما قلت لك 128 فاسدين وكل الاحزاب فاسدة برمتها من راس الهرم لكعبة، هي خطأ كثير كبير. انا بعتقد انه مش كلهم فاسدين، مش كلهم اكيد مش كلهم فاسدين، ويفتكروا العالم انه بفرنسا وبامريكا والبلاد اللي بنتمثل فيها كله وين ما كان في فساد، كله وين ما كان في فساد، بكل الاحزاب في فساد، بس ما بيعني انه في اشخاص موجودة كثير نزيهة وبنعرفهم وكلهم معروفين. هدول الاشخاص اللي نحن اللي لك؟ ما بدي فوت بلعبه الاسامي، ما بدي فوت بلعبه الاسامي، لا انه يعني صح تعترف. امبارح كمان زميلنا هشام حداد قال انه لا في ناس يعني عندها حقوق وعندها مطالب وهم مشت، وما كانت هي طبعا يلي اذا كانت عملت الحرب، بس هي دفعت ثمن الحرب، انحبست مزبوط. او او نفيت، تم نفيها. ولهلا لازم نقر انه في المسيحيين بشكل اساسي اما خارج الحكم لتسجيل موقف معترض على سياسات الحكم والاتفاقات اللي عم بتصير، اما بالحكم ولكن تحاول ان تسترد اقل الشراكه الحقيقيه بين كل الطوائف. هيدا الشيء انت برايك هيدا الشيء مزبوط؟ هو اللي مش فعلا مهمشين؟ لا هيدا الشيء مزبوط، اكيد هيدا الشيء مزبوط، ما في شك يعني. كمان برجع بقول لك وصلنا لمرحله ما بقى في شيء بيتخبى، صار واضح كل شيء وبينقال، وكلنا انت وانا وكل الموجودين بلبنان ما نضحك على بعض، كلنا عنا اذا بدك انتماءات او من ميل لحزب معين او منتعاطف معه او منقتنع بافكاره، من دون ما نكون ضروري بالضروره تبعيه يعني. بس بهالحزب اللي نحن فيه اليوم بدنا نجره للموفمنت تبعنا، وهون اللي بعتبر بهالشغله الدقيقه كثير بهالحراك، انه ما نستثنيهم، ما نقول نحن ما بدنا اياكم رفض تام. قلتوا هالشيء للشباب؟ انا لانه البعض منهم من المنظمين، انت صرت ثاني شخص عم بتقول من المقربين لهم، عم ياخذوا ويعطوا معكم بهالموضوع؟ مش دائما، ما بدك تنسي انه نحن بلحظه سخنه يعني، اوقات كثير في رده فعل رافضه للموضوع، كله نورمال، بس نحن موجودين ونحن كهاللجنه عم نكون دائما عم ناخذ وقتنا نفكر، هن على الارض عم بيعملوا اللي عليهم على الارض، نحن كلجنه ما بحب اسميها لجنه، نحن جروب، نحن جمعيه شباب عم نتكاتف تندعم هالحراك، عم نعطي ارائنا كمان بكل شفافيه وعم نقول لهم انه انتبهوا اليوم بواقعيه، بدنا شوي شوي انه برونو عذرا وقت تقعدوا تحكوا معهم للشباب وينحكى هيدا الموضوع، خاصة على وقع تحركات التيار الوطني الحر، وقت تيجي تقول لهم لا فعلا تيار الوطني الحر نفى جنرال عون، قوات اللبنانيين حبس سمير جعجع، اللي عملوا الحرب حكموا ولكن دفعوا الثمن للمسيحيين لو كانوا مشاركين بالحرب،
لا وجود للمسيحيين كما يجب بالإدارة، نص النواب ملحقين ولا يمثلون الشارع المسيحي، بالحكومة عم بيقاتلوا كل ما يكون في مطلب له علاقة فيهم. القوات اللبنانية دفعت أثمان بزمن السوريين، وقتها شفنا شباب قيادات شبابية منا تقتل أكيد. وحتى بسبع آب كيف دعوسوا على طريقة وزارة البيئة إذا مش أكتر. شو بيجاوبوكن؟ هل بيتذكروا هالتاريخ وبيعترفوا فيه أو بينكروه؟ خلينا نكون صريحين. رح كون كثير صريح، بيتذكروا هيدا التاريخ، بس هن بالنسبة لإلهم وأنا بفهمهم، يعني أنا بالنسبة لإلي حساس الوضع وما عندي الإدعاء أعطي الأجوبة النهائية. بيتذكروا هالتاريخ وشو بيقولوا؟ بيتذكروا، رح قلك شو بيقولوا، بيقولوا إنه إيه بس ما عندنا نتيجة. يعني هي معهم حق فيها شي محل. ما دخل النتيجة، أنت بتقبلهم معك ينزلوا بالشارع، ليه رفضتهم ينزلوا على الشارع؟ هيدي قالوا لك أنا بنزل من دون الإعلام، ليه رفضتهم دغري سكرت الباب على حالك؟ لا معلش أنا معي ينزلوا بس مزبوط بلا الإعلام، ليش لا؟ ليش ماشي مرة بس بننزل مثل ما شفنا بالإعلام اللبنانية بس؟ ملعونة والقوات والاشتراكي والأملي وحزب ينزل. الله كله ما عنده مي، كله ما عنده كهرباء، كله نفايات واصلة كله لعنده. ينزل بس ما يحمل العالم. فإذا هون الدور للمنظمين نقزوهم بمكان ما. ما في شك نحن ما اعترفنا وبنعترف نحن كأشخاص عم نطلع من برا حتى لو عم ندعم هالحراك إنه أكيد في أخطاء، وما في حراك ما في أخطاء، كيف بدك تغيري القصص بلا ما أوقات؟ خاصة إنه هيدي شغلة صارت بقلب من شهر، أنت بتقولي لي عم بيحضروا لها من قبل، صحيح، بس أنت اليوم هالسلطة المدنية قديش جديدة، قديش بعدها مراهقة، قدام سلطة حاكمة متمكنة صار لها عقود، شغلتها الكوميونيكيشن، شغلتها إذا بدك تحكي مع الناس، تجيشهم، تجيش هالقاعدة، اليوم هيدا دور اللي أكثر شيء بدهم يركزوا عليها الشباب اللي عم يعملوا هالحراك، لحتى يعرفوا كيف يعرفوا تكوميونيكيت مع الاخرين، يعرفوا يجيبون يعني يسمعون اللي بدهم يسمعوا وبنفس الوقت يكونوا صادقين ويقنعون حتى يلتحقوا فينا. يعني انتم ما رح تعملوا شيء مثلا مثل مبادره طالما عم تحكوا يعني انتم وهالشباب وعم تدعمون وانتم ما عم تهدفوا تتكونوا قياديين او مثلا ترجعوا لا تستفيدوا من هالشارع، ما عم تجربوا تعملوا مثل مبادرات تقرب بين اللبنانيين كلهم؟ طبعا اكيد، انا بقول لك صراحه شغله بس ما بدي اقولها، يعني في قصص بتصير بالسر يعني لهيدا نعم. بس انه نحن انا شخص ماني سياسي بمعنى انه ماني منتمي حزبيا، ولكن انا بامن بحق وبعتبر اللي قلت لك قلته عن صدق كثير اليوم، انه انا ما بعتقد انه فينا اليوم نعمل هالثوره او نعمل هالتغيير اذا ما شاركنا كل اللبنانيه من كل الانتماءات تبعولهم الحزبيه معنا، ومن قيادات من كوادرهم من قياداتهم لقعدتهم الشعبيه، كلهم بدهم يلحقونا شي محل، حتى لو نحن بدنا نفرض شوي اكيد انه اذا بدك شروطنا، لانه نحن مجتمع مدني واليوم نحن اللي بلشنا الحركه وهن الشباب يعني لانه الهموم ذاتها بتجمع كل اللبنانيين طبعا، بس والقرف ذاته والاحباط ذاته. تجاوبك على سؤالك في شيء انه عم نحاول، يعني انا عم بتصل بكوادر باحزاب عم بيعطوني رايهم وما في حدا ما في حدا بنقول الرأي لا عم بنقول الرأي والصحيح وعم بيكون في شيء أقله هيك شيء قريب أو لا إن شاء الله إن شاء الله يعني بعد ما في شيء لهلا ما في مهرب الشباب قد ما يكونوا محمسين ومندفعين شو رأيهم منهم غشيمين وشو رأيك بتحرك التيار الوطني الحر اللي ببلش اليوم وزرته يوم الجمعة برافو شو رأيك عم بيطالب بنفس الشيء أكيد طب وشو رأي الشباب بهيدا الموضوع عندهم مثل ما بيقولوا علامات استفهام يعني سبتيك يعني منهم اكيدين انه اذا نزلوا جمعه تحت الشهداء إيه؟ جمهور التيار الوطني الحر المؤلف من شباب وشابات وعيال واطفال طبعاً وناس طبعاً كبار وناس صغار وناس كثير نزلت على الساحات قبل من ايام الحرب وصولا لايام النفي وزمن الوصايه طبعا رح يلاقون الشباب بمبادره ما بعرف بس بتمنى يعني انا اذا بدك ماني سبوكسمان انا ماني ناطق رسمي باسم الشباب لا انت الشباب. انا ما عم بقول لك ناطق باسمهم بس كحديث بتصير بينكم وبين بعض يعني عم بعطي اذا بدك ويشفول ثينكينج يعني تمني عم بتمنى انه عن جد انه نتفق ما ضروري مش معناتها اذا اليوم بكره نزلنا اذا المجتمع المدني بكره نزل مع التيار العوني مش معناتها صار لاحق لهالحزب ما حدا لاحق حدا عم نطلب اكزاكتلي عم نطلب نفس المطلب وبالعكس صحيح مثل ما صار انا اكيد انه بالمظاهره اللي صارت ليش برايك امبارح انه ما سمعوا لندى زعرور اللي طلعت بمبادره يمكن كانوا تجنبوا القتل اللي صارت خاصه انه البعض منهم تعرض لاذى كثير يعني انا ما عم بيروح من بالي شكل لوسيان ابو رجيله ولا انا يعني للاسف هيدا الشاب الخلوق المهذب المثقف كيف مزبوط. هو بهالطريقه
يعني الله يقيمه بالسلامة، بس إنه ما كانوا تجنبوا اللي صار، لأنه بكل الأحوال طلعوهم في قرار، في قرار. أنا عندي مزدوجين بدي أفتحهم، مش هلالين أو ما بعرف، يعني بدي أقول إنه بكل الحركات التغييرية بيصير في شوية خبيط، مهم ما يصير في دم. أنا يعني بقول إنه مآمن إنه فينا نعمل تغيير من دون ما يكون في دم ومن دون ما يكون في اصطدام عنيف، بس بيصير في دائما ما بيخلى الأمر من خبيط، من ناس تكلها قتلة، من ناس تندعس شوي، نأسف بس نتمنى ما تصير، بس بتصير. يعني كمان ما بدنا نكون واقعية، وين ما كان بتصير بالعالم كله بتصير. لو سمعوا من ما بعرف شو كان، في شغلة قال أنا سمعتها وأنا بتفق فيها، إنه طيب ما أنت يا هالشخص يلي جاي على فيت على مكتب الوزير وظاهر تعمل مبادرة، طب ما أنت يمكن بهيدي اللحظة هالشباب اللي فيا دمهم ما بدهم يسمعوك، ما بدهم يسمعوك، ما بدهم يجوا يسمعوا بعد حكي سمعوه كتير. يعني كمان بدك تفهمي هن، يعني لما بيصعدوا، لما حيالله حدا بيعمل، أنا لما بتخانق أنا وياك وبدي صعد لأنه عندي موقف بدي ماركه، فما فيني أنا أجي اليوم أتراجع عن هذا الموقف لأنه حدا أجي اليوم بده يقطفها لأنه كان غايب عن الساحة وما كتير عنده وجود. يعني إذا بدنا نكون صريحين، يعني يمكن مش إنه واحد بده يقطفها أكثر ما إنه يمكن لأنه قريبين بيئيا لهذه المطالب. ممكن أنا بدي سلم هذا الجدل، بس ما كان في شيء واضح، ما كان في شيء كلير. خلص برجع بقلك كل هيدي النقمة، نقمة شعبية اللي عم بتصير، كل القصة من النفايات وجر، هي خلص رالو بول. يعني ما بقى بدي أوقات في شيء منا ما بقى بدي أسمع، وأنت ما بقى بدك تسمعي، ما حدا بده يسمع، ما بقى بدنا سمعناهم، عملوا لنا شيء يبرهن لنا إنه نرجع نقدر نوثق باللي عم بتقولوا لنا اياه. ولهلا للاسف بعد ما في شيء. طب بتعتبر انه ما في تراجع بقى او ما في عوده للوراء بعد كل اللي صار؟ حرام. يعني معقوله شباب ياكلوا قتله وننزل على الشارع ونشل البلد؟ لانه عم نشله كمان شي محل، بس هيدا لازم نعمله لانه عم نشل شو بيقولوا، عم نعمل حركه صغيره لشيء افضل اكبر. حرام نرجع لورا. ليه بدنا نرجع؟ اصلا شو عندنا نخسر بعد؟ عندهم القدرة من بعد كل اللي عم بيتعرضوا له؟ انا بقول ايه، عندهم الشجاعة. عندهم الشجاعة. ما فيك تغير الدنيا من دون شجاعة، من دون جرأة كثير عالية. دائما السؤال ذاته بنرجع بنعيده، انه اللي حكموا كل هالعقود سهل انك تشيلهم، او سهل انك تغير، او سهل انك تخلي الشارع يجرن لياخذوا قرارات ومبادره، مش هن اللي مسيطرين على الشارع. لا كثير صعب، كثير صعب، وهيدا الرهان الكبير بهيدا الموضوع، بهيدا الحراك. هيدا اذا ناس مفتكره حلول ب 24 ساعه كثير غلطانه. طبعا في ملف النفايات بده حل باسرع وقت لانه هو طارئ وصحي، يعني سي اون اورجانس، بس اكيد بنفس الوقت ما يفتكروا انه بكره على بكره رح نوعى ونلاقي عندنا نواب جديد كلهم نضاف، الطرقات حلوه، عندنا رئيس جمهوريه. بدك كثير بدها مرحله، بس في فرق بين ما تتركيها وتتفرجي عليها وتنطريها وبين ما تعملي شيء على الارض حتى تحاولي تغيري. انا بموت اذا بقعد ببيتي وبتفرج وبنطر، ما بقدر انا كانسان كفنان كحدا عنده احساس، ما بقدر ما اكون مشارك بهالحركه يلي كلنا كلنا وكل اللي عم بيحضرونا وحتى السياسيه مقتنعين انها محقه ومقتنعين انها بتشكل خطر عليهم وعلى سلطه، على اذا بدك هيمنتهم على الموضوع، والا ما كانت الرياكشن. شو بيخسروا برونو؟ الجمعه ممكن تنضم لساحه التظاهر بالتيار الوطني الحر اذا رفعت المطالب الاجتماعيه. انا معروف اصلا انه عندي حنين للتيار الوطني الحر، يعني مش سر لحدا. ايه رح تكون بهالساحه ومع الشباب المطالب هن زيتهم، بتكون صله وصل بين اثنين؟ ما بعرف اذا رح اكون بالساحه صراحه، عندي عرس. بس يعني لازم نتذكر انه في اشياء ثانيه بتكمل فيها الحياه، كمان الحياه بدها تكمل. بس ليكي انا بكل اللي عم انت عم يمكن عم ما بعرف اذا عندك وقت تتابع اللي عم بكتبه على فيسبوك تبعي، انا مطالبي هي اذا بدك هي ذاتها اللي عم بيطلبها التيار الوطني الحر، وهي ذاتها اللي عم بيطلبها الشباب. يلي هي اليوم نسترد من بعد ما نحل بسرعه بطريقه جذريه ملف النفايات اللي هو الاولويه، انتخابات نيابيه، يعني نحرك الامور. انتوا اليوم شغلتكم اعاده تكوين السلطه، بدنا نقعد بالارض نعمل عصير مدني لحتى هالحكومه، ما بدنا نسقط حدا، هالحكومه اليوم بتكون تقروا هالقانون الانتخابي العادل للكل، لكلنا كمواطنين،
منكم بنرجع بنحل هالمجلس ننتخب مجلس نيابه جديد بنجيب رئيس جمهوريه، لانه طبعا اذا انتخبنا اليوم رئيس جمهوريه هذا خطا فظيع، لانه بدك مجلس نيابه جديد ينتخب شو عم نعمل جمهورية. شو عم نعمل؟ عم نرجع نعيد نفس الشيء؟ ما هن منهم شرعيين، هول مددين لحالهم، كيف بدنا منهم ينبثق رئيس جديد؟ انا بدي اشكرك برونو طبال، يعني اكيد رح نرجع نلتقى اكان باي تظاهرات او مسيرات او اي تحرك، عم نلتقي ببعض هيك ندى صح دائما. ايه خليك انا بس بدي اقول بعد شغله، انه مثل ما انا بحن يمكن للتيار الوطني الحر، بحن كمان للقوات المدنيه وللكتائب وللمستقبل، لانه بعرف وانا شفت كجمهور شفتهم وشفت انه في كثير ناس عندها اداء كثير نظيف وقادره تعمل هالتغيير. ما بعتقد الاحزاب عم بتجيب لهم لقمه الخبز للمواطنين، بس بيفوقوا عليهم بعض الاحزاب مش كل الاحزاب طبعاً. بالمحادل والبوستات ويدفعوا حق الصوت، بس مش كل الاحزاب، بعض الاحزاب تننصف الاحزاب يلي هي دفعت ثمن دم وقهر وتهميش وغيرها، كان يعني هيك كومباتيبل مع كل الازمنه. اكيد برونو طبال انا بدي اشكرك، واكيد بنرجع بنتابعك دائما ونتابع حراك، بدنا نتابع صفحتنا يلي هي دفاع اسمها صح، دعم الفني والاعلامي للحراك، وشاركوا معنا كل اخبار، ونحن كمان عم نطلع ثرو تويتر ببيريسكوب، رح نبقى نطلع لايف حتى تنغطي امور، يعني مين ما بيفتح تويتر بيقدر يحضرنا لايف مثل ما بيحضركم انكم لايف. شكرا لك برونو. مشاهدينا بريك وبنرجع بنتابع مع محاميه رانيا غيث، نشوف يعني اولا قانونا وقضائيا، واذا رح يكون في اي اجراءات سيتخذها المحامون المدافعين عن هؤلاء الشبان. بريك ومنتابع، خليكم معنا. منتابع مشاهدينا حلقتنا طبعا، يعني نظرا لانه المشاركين بهيدا الحراك امبارح بقيوا لوقت متقدم من الليل، المحاميه رانيا غيس بعدنا بانتظار انها توصل، لانه ضلوا للصبح يعني عم بيتابعوا اوضاع الشباب. بهالوقت بدي رحب انا بانطون السعيد برئيس قطاع الشباب في تيار الوطني الحر. انطون، انتم بلشتوا اليوم حراك، الحراك اليوم بده يكون بميرنا الشلوحي يتوج الجمعه. نعم. ليش هيدا التوقيت؟ ليش هالدعوه؟ تتستردوا شعارات، تقولوا انه نحن اصحاب كمان قضيه، او شو هالتوقيت يعني؟ لا هيدا منه استرداد شعارات، نحن اصلا كان عند في دعوه رح تكون كانت لمظاهره بالاسبوع الماضي، بس ونظرا لانه كان في مظاهره نهار السبت نحن تاجلت لانه يكون نهار الجمعه. اليوم اللي عم بيصير في مش حراك، اليوم في كونفويات سياره رح تجول بالمناطق اللبنانيه لقطاع الشباب وغير قطاع الشباب، هي تحضيرا لنهار الجمعة. نهار الجمعة هو النزول، هو للتعبير عن الرأي، رأي التيار الوطني الحر يمكن كثير من اللبنانية، مطالبة بانتخابات نيابية وفقا لقانون انتخابي نسبي. اليوم نعتقد طفح الكال نحرر هالطبقة السياسية من الفاسدين. الحل هو وحيد، ما بيتنظف البلد من الفاسدين إلا بانتخابات نيابية بتعبر عن آراء الشعب اللبناني، وهالانتخابات بدها تكون وفقا لقانون انتخابي نسبة تيكون في تمثيل للجميع، الكل يتشاركوا بالسلطة، وهذا الشيء ما بيصير إلا بالنسبية أكيد يعني. وبينتج عنا مجلس نيابي دستوري قانوني، مش مجلس ممدد لنفسه، والتيار كان أول مين طعن أول مرة بالانتخاب بالتمديد، مع إنه كانوا عاملين وقتها عذر الوضع الأمني اللي كان بطرابلس، ثاني مرة حطوا عذر انه بعد ما نتج قانون انتخابي التيار كمان مع كانه كان تصير انتخابات حتى لو بالقانون 60، لانه بطل يعني هذا امر منه دستوري. اليوم مجلس نيابي عم يمدد لحاله، في هذا المجلس ضل يمدد لحاله 100 سنه طول ما اجتمع بيمدد لحاله، هذا شيء منه قانوني. وطعن مره ثانيه التيار الوطني الحر كمان عاد المجلس الدستوري، ولكن للاسف مثل ما شفت الضغوطات اللي تمارست على المجلس الدستوري يلي ما نتج عنه شيء. اليوم التيار الوطني الحر اكيد نازل لانه يقول طفح الكال، شفنا الشعب اللبناني بالاسبوع الماضي والاسبوع اللي قبله عم بيعبر عن رايه، نحن اكيد بنشاركهم وجعهم، الوجع اللي عم بيطلبوه هودي الشباب اللي نزلوا، هودي عم بي يعني كانوا مكبوتين لفتره طويله، شباب موجوعه نزلت تعبر عن رايها، يمكن الطريقه ما كانت منظمه، ولكن نحن بنشاركهم اوجاعهم، ونحن بنقول لهم نحن ضد الشغلة الوحيدة نحن عندنا مشكلة فيها هي الشمولية اللي عم يشملوها القيادات، انه كل القيادات وكل الحزبيين وكل السياسيين فاسدين. اليوم 25 سنة تيار وطن الحر والعماد بشرعون عم بيطالب بمكافحة الفساد،
واليوم هو الوحيد اللي عم بيطالب بانتخابات نيابيه حالا وفورا لتنظيف هالطبق السياسي من الفاسدين. اليوم ما في ينحط بمستوى ناس فاسدين، هيدا لانه بيكون خدمه للفاسدين. هون نحن عم نحط علامه استفهام على هالطريقه، طريقه الشموليه. يعني اليوم كثير مبسوطين نحن انه في انتفاضه عم بتكون عند الشعب، عم ينزل يعبر عن رايه. اليوم ما احنا ما عم نقول سرقوا شعاراتنا، هودي الشعارات لازم يكونوا شعارات كل الشعب اللبناني، كل اللبنانيه. هلا بنقول نحن بس نحن نتاسف انه هن عم ينزلوا فيهم اليوم يجوا ينادوا انه نحن فاسدين ونحن ضدهم. لا، نحن هودي الشعارات شعاراتنا بالاول، بس مش سرقين، ونحن مع كل الشعب اللبناني، كل مواطن لبناني مقهور، كل مواطن لبناني اليوم لازم يطالب اكيد بمكافحه الفساد من هالدوله، لازم يطالب بانتخابات نيابيه تفرز مجلس نابع عن هالشعب، لانه هذا المجلس انتخب بال2009 قطع 6 سنين عليه. اليوم ما فينا نقول بدنا انتخابات رئيس جمهوريه اليوم من هذا المجلس، ما هذا المجلس اصلا ما كان مخول هو ينتخب رئيس للجمهوريه. هيدا المجلس كان مخول تنتهي صلاحياته بال2013. فالعصاب هيدا يمكن ما بيمثل بقى رأي الشعب اللبناني. ليه الشعب اللبناني اليوم بده يشير رئيس جمهورية؟ ما عم نحكي بأسامي، ما عم نحكي بدنا العماد عون هلا. ما ليه الشعب اللبناني اليوم بده يشير رئيس جمهورية من مجلس انتخب بال2009 فقد صلاحيته، نحكي بالطريقة الشرعية هلا شو بدنا بالموجود، وده يجيب رئيس جمهورية. اليوم يصير في انتخابات نيابية على قانون تمثيلي نسبة وينتج عنا رئيس الجمهورية، أو الحل الثاني. بس في الحوار، نعم، بتسعة أيلول والكل عم بيرحبوا فيه، والتيار الوطني الحر طبعا يعني برئاسة جنرال عون بده يكون مشارك بطاولة الحوار. طب إذا أنتم مشاركين بطاولة الحوار وعم تعملوا هيدا الحراك أول، ليه ما بتعطوا مجال للحوار قبل، خاصة أنه أنتم في بالحكم في كتلة كبيرة لتكتل تغيير الإصلاح بالمجلس النواب ومشاركين ايضا بالحكومه. طبعا نحن معارضين ضمن مجلس النواب، معارضين ضد الحكومه، وبحق له المعارض يكون كمان داخل الحكم معارض. وهيدي بالعكس، نحن اليوم لو بده يستقيلوا نواب التيار وزراء التيار، هيدا بيكون يمكن عم بربحهم شعبيا، ولكن نحن ما عم نركض للربح الشعبي. نحن اليوم هيدا تخلي عن المسؤوليه اذا بنستقيل، بالعكس نحن موجودين مجلس نواب تنطالب بانه يصير في قانون انتخابي، تيصير في انتخابات نيابيه على اساس قانون عادل ونسبه. اليوم نحن بمجلس وزراء، اذا استقالوا وزراء التيار، في كثير ناس طالبت باستقاله وزراء التيار. اولا اذا استقالت الحكومه رح تصير حكومه تصريف اعمال، ما في شيء رح يتغير. واذا استقالوا وزراء التيار، شيء رح يصير رح يتغيبوا من الجلسات. وشو رح يصير؟ رح يصير في مثل ما شفت انت قوانين كثير غير قانونيه وغير دستوريه قطعوها. مزبوط؟ اليوم نحن على القليله جوا فينا نرفض بوجودنا واللي بغياب رئيس جمهوريه. اليوم بتعرف اليوم لازم يكون في اجماع على القرارات. اليوم بوجود التيار وطن الحر جوا، لا، في يمكن يكون مثل يوقف كثير مشاريع غير قانونيه تقطع. وشفنا اليوم في كذا شغله صارت، وهود الشباب اللي عم ينزلوا اصلا بيعرفوا هالشيء. ف منهم كمان اذا بدي افتح هلا موضوع زباله، موضوع سكلين من 4 سنين، صح، مين حكي عن موضوع التمديد للسكلين ورفض هالشيء؟ مين رفضوا بالحكومه؟ مزبوط. طب ليه نحن هالشيء بدنا ننساه؟ طيب فنزل نهار الجمعه ندى، منا نزله لتكون مثل مظاهره بوجه مظاهره، بالعكس. السبت نحن نهار الخميس العماد عون دعي انه اللي بده يشارك بالمظاهره السبت في ينزل ويشارك، ولكن للاسف يعني كان في رفض، كان في رفض ورفض لكل الاحزاب. ما كان في تواصل بينكم وبينهم للشباب؟ تواصل بطريقه مباشره، ولكن بطريقه غير مباشره في كثير شباب من شباب التيار كانت عم تنزل لهون بصفه غير حزبيه، ونحن كمان عم ندعيهم ينزلوا. شو كان بيمنع انه ينزلوا شباب التيار وجمهور التيار بصفه غير حزبيه؟ ما هذا اللي كنا عم نطلبه، هذا العماد عون طلبه، طلب العماد عون انه بينزلوا بطريقه غير حزبيه، ولكن حتى للاسف رفض. هذا الشيء رفض. اليوم اذا ما نبني وطن، اليوم 50% اذا مش اكثر من المواطنين هن يا حزبيين يا انه بيكونوا هن مناصرين لحي الحزب، 50 او اكثر، طب ما اقول اكثر. اليوم ما فينا اليوم نبني وطن ونرفض هال 50 انه قعدوا على جنب، بالاخص اذا هال 50% عندهم شعارات، واذا تنعتبر منهم ما عندهم كان هالشعارات اللي هي بس اجوا بدهم يلتحقوا، اجوا بدهم، بالعكس لازم انه نستقبلهم يجوا لعنا. ونحن كنا نازلين السبت بطريقه نتاسف على هذا الموضوع. بس انا بدي هون اشير الذكر على شغله مهمه. اليوم الحزب الشيوعي كان موجود كثير قسم منه هون، منه حزب. اليسار الديمقراطي منه حزب. شفنا الاستاذ نجاح وكيم وعنده حزبه كمان كان موجود هون، طب هو منه احزاب؟ ليه الرفض الاخر؟ اوكي، يعني هذا سؤال طبعا برسم المنظمين. مزبوط. طب اليوم انتم عاملين مواكب سياره، نعم،
تنطلق من ميرنا الشلوحي على مستوى كل لبنان يعني؟ على مستوى تقريبا مش كل لبنان، انه في بعض المناطق يعني بدها تجول بالمناطق اللبنانيه، بالمناطق يمكن بساحل المتن بعبده بهالمنطقه، عم بحكي كقطاع شباب غير مناطق، في مناطق ب هو تنظيم او الدعوه على مستوى قطاع الشباب او على مستوى جمهور التيار الوطني الحر كل يعني كل عذرا على الشوب قاعدين بالشمس نحن وياكم، هي على مستوى كل جمهور التيار الوطني الحر او فقط قطاع الشباب مثل ما شفنا وقتها نزلتوا يعني قدام ساحه رياض الصلح وقتها جلسه الحكومه الشهيره؟ قطاع الشباب الشهيرة كان وحده بوقتها. هلا لا، في هيئات اخذ القرار انه تعمل كونفويات حسب شو بيناسب المنطقه وشو هيئة بيناسب يعني هيئة القضاء يعني هيئة التيار بالقضاء. أوكي. في هيئات اكيد اخذ القرار انه ينعمل كونفويات اليوم، في هيئات لا حسب هن كيف عاملين السيستم تبعهم يمكن بكره يعملوا، بس قطاع الشباب انا احكي عن قطاع الشباب، قطاع الشباب اليوم عامل هالشيء، التجمع بيكون مركزي ابتداء من الساعه 5 بسنتر ميرنا الشلوحي مركزيه التيار الوطني الحر، ومنها على الساعه 6 بينطلق الموكب بالمناطق اللبنانيه. طيب بس اعطوني يعني بالمره السابقه انه اخذ عليكم انه ما قدرتوا تحشدوا. عم تحكي عن رياض الصلح؟ نعم. وانه اليوم بسبب انتخابات التيار وانه يعني نوع من التعيين وتسميه الوزير جبران باسيل وعدم اعطاء الفرصه للاخرين، في ناس عم تنسحب، في ناس عم تترك، يعني هيدا التيار عم بيفقد من شعبيته، في ناس عم تخرج من هيدي من صفوف التيار. انا رح ابلش لك نقطه نقطه. اول نقطه تنحكي عن رياض الصلح، مرت الماضي كان في جلسة مجلس وزراء وكان في تزامنا مع الجلسة مجموعة شباب من قطاع الشباب متجمعين بالمكتب المركزي للتيار الوطني الحر اللي كانوا عم بيواكبوا فيها الجلسة وأخبار الجلسة على التلفزيون. هلأ وقت صار في إشكال بالجلسة كان في مبادرة فردية من قطاع الشباب إنه يجول بموكب سيارة يقطع فيه بالسنترفيل يفوت فيه على شارع رياض الصلح ويلف. موكب السيارة كان فيه حوالي 200 شخص فيه، بحوالي يمكن 80 سيارة أو 70 سيارة. وقتها بيكون نحن نازلين تنتظاهر او نازلين تنعمل اي اشكال او مشكل ما بننزل بهالطريقه، بنعرف نحن قبل بالنهار كان في مواكب سياره، كان موكب بس قطاع الشباب 1000 سياره اللي قطع بالاشرفيه وقطع برم هون بهيدي المنطقه، كل العالم شفته كل التلفزيونات حكيت عنه. أوكي. اليوم اكيد اذا عندنا نحن كانت نيه اقتحام مجلس وزراء، نيه اشكالات، ما بننزل بهالطريقه، نحن كانوا الشباب الموجودين ثلاث ارباعهم تلاميذ جامعات او مدارس بالسيارات، وصار اللي صار وقتها سكر الطريق رياض الصلح وهون وقف الكونفوا، رجعوا بعدين نزلنا من السيارات وسكر الطريق من ورانا، وكان الكونفوا قسم منه راح من رياض الصلح كمان تحوصروا الشباب هون. وقت نزلوا الشباب اول ما ندينا فيه تسلم يا عسكر لبنان، ونحن مثل الكل بيعرف نحن اولاد المؤسسه العسكريه، نحن طالعين من رحم المؤسسه العسكريه وجيش لبنان، ونحن عندنا الاحترام الكامل لجزمة حي الله عسكري بالجيش اللبناني. اوكي. وشفنا بوقتها صار الاشكال معنا، ومع انه تعرضنا للاذى نحن كان شعارنا وقالوا الشباب يلي كمان تاذوا اللي انا منه نحن دميتنا للجيش اللبناني. فاللي صار ما بنرجع نفتح صفحه الماضي، بس حبيت اوضح انه هي ما كانت مظاهره، كان في شيء عفوي من قطاع الشباب حوالي 200 تلميذ. هلا بدي ارجع للتيار الوطني الحر. اليوم التيار اول شيء كان في منافسه مثل ما كنت عم تشوف، هيدي بالعكس هيدا شيء صحي للتيار، يكون في منافسه بين النائب علي عون يلي بنحترمه ويلي اثبت نجاحه بقضائه بقضاء بعبده كنايب، وكنايب شاب برز اكثر من صعيد. اوكي. بين الوزير باسيل كمان يلي بعتقد الوزارات اللي فات عليها بتشهد له، ويلي استلم ملفات من الصف الاول وكان شفنا بمجلس وزراء وحده بيصارع 23 وزير، هيدا شخص كمان عنده نعم. عنده رموزيته وعنده قيادته. الشخصين تنافسوا اكيد في كثير من التيار ايدوا الان او ايدوا جبران، وهذا شيء صحي طلع بالاعلام كثير حكي، ولكن شفنا بالنهايه صار حوار بين الان عون نائب الان عون وجبران باسيل، طلع بالاخبار جنرال عون جبر الان عون يطلع، صار يطلع اشاعات، ولكن النائب ابراهيم كنعان يلي هو طلع بكذا حلقه تلفزيونيه ومنهم حلقه مع جان عزيز بالاسبوع الماضي او اللي قبله ماني ذاكر، حكي هو عن هاللي صار واللي هي مبادره كانت منه لجمع بين الان وجبران باسيل لا يوصلوا فيه لتوافق، واليوم التوافق هو ضمن الديمقراطيه الحزبيه في يصير توافق، ولكن الاشاعات للاسف اللي دائما ما عندهم شغل الجرايد ولا عندهم شغل اعلاميه الا العماد عون والتيار وطن الحر. بس مش شائعات، في ناس من قلب التيار ممتعده ورافضه، في ناس من قلب التيار حق، لكن اليوم ديمقراطيه التيار انه في ناس فيها بقلب التيار تنتقد، في ناس بالتيار يمكن الصوره ما كانت واضحه لهم،
لانه اليوم مش كل واحد اجت وضحت له الصوره كيف صارت. في ناس بتتاخذ بالاشاعات واليوم حقهم، الشباب اليوم يقروا جرايد ويقروا ويحضروا تلفزيونات ويشوفوا اشاعات كثير، بس ولكن الحقيقه اذا ما بينت اليوم بتبين بكره وتبين بعد بكره. ولكن كلهم بالتيار لازم يكون عندهم ثقه بالعماد العام. العماد العام ما بيتعدى حدا وبيجبر حدا على استقاله ولا على غير استقاله ولا عدم خوض انتخابات. بالعكس، من معرفتي الشخصيه بالعماد العام وانا كنت عواكب الموضوع، العماد العام كان مصر يكون في انتخابات وكان بده انتخابات. وليش تغير هيدا الشيء؟ ما تغير هالشيء. وقت صار في توافق، اول شيء العماد العام اكيد ما بيرح يرفض توافق ولا رح يرفض حوار، بس اكيد كان بيتمنى هو يكون كف بانتخابات، واللي بده يربح يربح بانتخابات، واذا عنده افضليه الوزير بيصير. طب اللي صار قديش يلي مش فهمان يلي انت نعم. او ما بيعرف بالتفاصيل اللي عم تحكي عنها، قديش هيدا أثر على شعبية التيار الوطني الحر، على مشاركة التيار الوطني الحر؟ إذا بدي أتاخذ بالإعلام، في ناس قالوا 2001 قدم استقالته. يعني أنا بعد لحديت هلأ، مع أني أنا اليوم مسؤول قطاع شباب بالتيار وبعتقد عند الاطلاع هذا الملف، بعد لها محل ما حدا استقال من هول 2001، ما شفت استقالات بعد. صار قرار بإقالة 4 ناشطين 5 ناشطين من التيار وفقا ل يعني أسباب معينة، هاي الحزب بيعالجها يعني مش لعندي تعزة. ولكن برجع بقول ما في استقالات كانت بالتيار جمعية مثل ما صار ينحكى. هلأ في ناس بتقليلي ممتعضة، ايه يمكن في ناس ما فهمت المساج، ما فهمت شو صار. في ناس تاخدت بالفيسبوك، في ناس تاخدت بالإعلام، في ناس تاخدت بالجرايد، ايه. ولكن مع الوقت إذا مش اليوم بكرة رح يعرفوا الحقيقة، ورح يعرفوا أكيد رح يطلعوا من الجنرال ومن غير الجنرال على هذا الموضوع. طيب يعني أنتم من هلأ للسبت فينا نعتبر للجمعة قصدي فينا نعتبر هو حشد جماهيري. نعم. ورح يكون في مثلا كلمات رح تكونوا مقسمين على مستوى مين، قطاعات، نواب، وزراء، شو؟ لا هلأ بالنسبة للبروغرام، البروغرام بعتقد في لجنة عم تختص هلأ وتحط البروغرام، في بروغرام أكيد رح يكون موجود لهالمظاهرة، ولكن أنا ما عندي اطلاع بعد عليه لبل هلأ بعد ما كان في شيء نهائي فيه. يعني لو في شيء نهائي مطلعين عليه كنت أكيد هلأ حكيت عنه، حتى يعني المنظمين بعد اليوم ما عندهم الشيء النهائي، ولكن أكيد في حشد جماهيري رح يكون هون. نحن أكيد داعين جنرال عون، داعي التيار ومناصري التيار والحزبيين من التيار يشاركوا بهذا الموضوع، لأنه اليوم أين الأوان نفرج العالم كلهم. ونحن بالنسبة لنا الحل الوحيد، في حل وحيد لكل اللي عم بيصير بهالبلد، هو إنتاج مجلس نيابي نابع عن قانون انتخابي عادل بيأمن المناصفة. بدنا نشوف قديش ممكن يتحقق هيدا المطلب. رح نكمل معك، بس بدنا وصل زميلك بالتيار الوطني الحر رالف بستاني. رح ناخذ بريك مشاهدينا ورح نرجع نتابع بعد البريك مع تحضيرات التيار الوطني الحر للحراك الذي ينطلق اليوم وللتظاهرة اللي رح تشهدها ساحة الشهداء مساء الجمعة. بريك ومنتابع. منتابع نهاركم سعيد مباشرة من ساحة الشهداء. يعني صارت محطتنا يومية بهيدي الساحة، ساحة الشهداء اللي هي اللي بتعبر واللي مروية يعني بدماء كل اللبنانيين. بدي رحب برالف بستاني، أنت مسؤول المدارس، قطاع المدارس. صحيح. بالتيار الوطني الحر، كمان المدارس مشاركة رالف بالحراك يوم الجمعة؟ طبيعي، كل التيار مشارك نهار الجمعة، وإن شاء الله كل لبنان بيشارك نهار الجمعة، لانه مطالبنا هي مطالب كل لبنان. المدارس نحن بالنسبه لنا هي راس حربه، يجي المستقبل للبنان. بالنهايه نحن عم نربي اجيال حتى تسلم بلد، عم نجرب نعمل لها بلد تسلمه، وهي بقى تحط ايدنا ما تعمل هالبلد لها. بس رالف يعني مع كل اللي عم بيصير، قديش الناس رح تكون مشجعه انها تنزل؟ خلينا نحكي هذا سؤال بيطرح نفسه بهيك ظروف. الناس اكيد مشجعه تنزل بعد عم تشوف اللي عم بيصير. وصلنا لمرحله ما بقى في شيء ينحمل، زباله بالطرقات، كهرباء ما في، مي ما في، انتخابات ما في، عم يحرمونا من حقنا كل مره. خلص وصل طفع الكيل مع العالم، وبعتقد العالم صار جاهز اكثر من اي وقت سابق انه تنزل على الطريق طالب بحقها، لانه ما في شيء رح يجيب لها حقها الا النازله ومطالبه بحقها. طيب انطون. نعم. عم نرجع نحكي مع كل اللي عم بيصير امبارح. نعم. اللي صار بوزاره البيئه. هل مثل ما قالت يعني بيانات السلطه احتلال لمرفق عام، ام هيدا حق اللبنانيين وبتصير باي دوله من العالم؟ لكن اول شيء نحن الشباب اللي نزلوا هودي شباب موجوعين، نزلوا يعبروا عن رايهم بغض النظر عن طريقه، يمكن نختلف معهم بالطريقه، ان كان فوتي على الوزاره او يمكن نحن بالنسبه لنا يمكن في طريقه ثانيه يمكن تنعمل. نحن التعدي عليهم
انتوا كنتوا بالطريقه اللي صارت على السراي الحكومي. نحن ما كنا فايتين على السراي، هل الفرق؟ نحن ما كنا فايتين، كان في كونفو، هذا رجعت وضحته بالاول، نحن كان في كونفو ما كنا شو اذا فتنا على السراي شو بنعمل؟ فتنا اقتحمنا السراي قعدنا جوا. ما الاجراءات اتخذت بوقتها لانه في معلومات نحن نحن ما انا ضد المتظاهرين عملوا امبارح نزلوا، حقهم يعبروا بالطريقه اللي بدهم اياها، اكيد في احترام شوي للمؤسسات، نحن بالنسبه لنا يمكن بغير طريقه بنعبر، مختلف معهم بهالنقطه، ولكن التعدي عليهم بالطريقه اللي شفناها امبارح، هي طريقه منا مقبوله، تعدوا على الصحفيه، ضربوا الشباب، هودي الشباب موجوعه. حقهم يعبروا عن رايهم، هلا الطريقه اوكي طريقه غلط، في 100,000 طريقه فيها تتعامل معهم القوى الامنيه وتحمي فيها الوزارة، في 100,000 طريقة تحميها بدون ما تتعرض المتظاهرين. هن ما فتوا كسروا ولا سرقوا ولا نهبوا ولا اعتدوا أحد، فتوا قعدوا. القوى الأمنية واجباتها تحافظ على المؤسسات، ولكن مش واجباتها تعملهم بهالطريقة القمعية وبهالطريقة، يعني طريقة يعني للأسف الضرب. هي كنا نشوفها أيام الاحتلال السوري، شفناها معنا بسبعة حوالي بسبعة، وشفناها معنا بتسعة حزيران بتسعة تموز وقت كنا هون. هالطريقة متماش ما بنقبلها على حالنا، ما بنقبلها على غيرنا. اليوم في 1,000 طريقة عند القوى الأمنية تتعامل مع الناس، إذا فاتوا على مقر حكومة وهن ممنوع يفوتوا، وهن وهي القوى الأمنية عليها تحافظ على المقر، بتحافظ بتطيلعهم بكذا طريقة، وهي هن لازم يدرسوا الطرق السلمية اللي يتعاملوا فيها مع هول المظاهرين. بس هن من الأساس سلميين، يعني من الأساس سلميين. مين؟ المظاهرين؟ هن الشباب من الأساس سلميين. هيدي الشباب موجوعة أكيد، يمكن بضل يتسائب دائما في ناس مندسة طابور خامس يعمل مشاكل، ولكن هيدي الشباب إذا بدي أحكي المتظاهرين عم تنزل، إيه شباب موجوعة نزلت تعبر عن رأيها. هاي الشباب لو مش موجوعة ما كانت نزلت لهون، ما كانت قبلت على حالها تاكل قتل من القوى الأمنية أو تعرض حالها للخطر. تدينون اللي صار امبارح بالتعاطي معهم في شباب بالمستشفيات؟ أكيد نحن ندين للتعاطي معهم بهالطريقة. في حدا قال امبارح معي هيك بمقابلة شاب قال كنا نشوف ايام الوصايه وايام السوريين وايام جميل السيد وايام الحكم اللي كان قائم، نفسه عم بيتغير وعم بيتكرر، وجهين لعمله واحده ولكن الاشخاص هن اللي مبينين. صح هيك؟ هين كثير، هين كثير، لانه للاسف رواسب هالنظام، رواسب الاحتلال السوري بهداك الوقت قسم كبير منها كفى لهلا، يعني العقليه بعدها ما عم نشوف، وفكرناها فلت، فكرناها خلصوا ونخلصوا منه، بس بتسعة تموز رجعنا شفنا انه لا ما راح شيء، بعدها هي ذاتها وعم نشوفها عم تتكرر. السبت اللي ظهروا فيه الشباب هون اللي هن نزلوا وقتها صح برياض الصلح، لا برياض الصلح حركة طلعت ريحتكم كمان تدعو عليهم بوقتها. نحن التيار دعا قطاع الشباب بطريقة رسمية، الشباب تيار ينزلوا بطريقة غير حزبية تيساندوا متظاهرين بين عم بيصير معهم برياض الصلح بوقتها. بوقتها صحيح. طيب اليوم يعني مع كل اللي عم بيصير والقرار الرسمي انه لا بالقوه، لو بالقوه في قرار مثلا انك تشيل العالم وهيك، انتم كمان تعرضتوا مثل ما قال بتسعة تموز، قديش في مسؤوليه عليكم تحموا هيدا الشارع وقت تنزل الناس يوم الجمعه؟ اخذتوا ترخيص بالاول؟ اول شيء تخبش يعني نحن ترخيصنا بيجي من الشعب اللبناني، مواطنيتنا بتيجي من الشعب اللبناني، مش ناطرين ترخيص من حدا. بس نحن بصفتنا حزب رسمي مسجل بالدوله كل التشانلز المفروض تتاخد او نيان عم تتاخد. الشعب اللبناني بس بده ينزل على الارض ما في قوه بتمنعه ينزل على الارض، لانه القوه بتواجهها بقوه والشغب بتواجهها بشغب. هيدي اذا بدي كل الثلج بتكبر، ما حدا يراهن على القوه انه في يسحب حدا من الشارع، وما حدا يراهن على الشارع بطريقه غير منظمه، لانه مثل ما حكي انطونا بشوي انه اوقاتها بفوت عنصر او اثنين بيخربوا الدنيا. بس تكون الارض ممسوكه مزبوط، عم ينظموها اللي منظمين واعيين شو عم بصير، المفروض تضل الارض ملقوطه، ما بيمنع يصير في مشاغبات صغيره بس بتضلها ملقوطه. بس بنرجع بنكرر انه الشغب والقوة ما بيواجهها الا شغب وقوة من ثاني مال، ان كانت مالة الدولة او كانت مالة المتظاهرين. شو هي الشعارات اللي رح ترفعوها الجمعة؟ نحن شعاراتنا صارت معروفة، صارت كل العالم عم ترفعها. شو هي؟ غير موضوع الانتخابات النيابية. انتخابات مجلس نيابة أول شيء، أو انتخاب رئيس جمهورية من الشعب، هيدي أولويات عنا، لأنه ما في شيء بحسن وضع البلد وبيرضي هالشباب اللي طلع صرختهم صار لهم جمعتين، نحن هالصرخة صار لنا 10 سنين بنصرخها، كثير مبسوطين وشباب غيرنا طلعت صرختهم، ما في شيء بيرضيهم إلا يعبروا عن رأيهم. بيعبروا عن رايهم، بفتح لهم باب يعبروا عن رايهم، مش تاخذ لهم حقهم، صار لك 6 سنين اخذ لهم حقهم، بتفتح لهم باب الانتخابات، باب صناديق الاقتراع وفيهم يعبروا عن رايهم، وهي السلطه كلها اللي مش عجبتهم فيهم يغيروها. تفضل افتح لهم صناديق الاقتراع، خليهم يعبروا عن رايهم الشباب، وباذن الله الشباب صار عندنا شباب واعي كافي بيعرف ياخذ خياراته، رح يعرف يعبر بالصندوق كيف بغير بالبلد. اذا هالشيء يعني ممكن يتحقق، لانه سؤال نفسه بيعيد حاله بكل مرة، بيفرض نفسه انه في امور يعني
ما بتصير بهيدي السهولة. يعني نزلتوا الجمعة ويمكن نزلوا الشباب تانيين السبت ويمكن كل يوم رح يكون فيه، بس لهلأ مع كل اللي صار وكل الضرب اللي أكلوا وكل التنكيل وكل المواقف من ممارسات السلطة ما تغير شيء بموضوع النفايات. أكيد بموضوع الانتخابات النيابية. أنا بدي أقول لك شغلة بس ندى، نحن عم بحكي كتيار وكشباب تيار، نحن قعدنا 15 سنة الشباب كيف عم بتصير هالمظاهرات؟ 15 سنة ننزل على كل مناسبة، طلاب مدارس، طلاب جامعات، ننزل النادي بالحرية وبالسيادة وبالاستقلال، وكان نتعامل بذات الطريقة. في كتير ناس بهالفترة ضحكت علينا، في كتير ناس قالتنا أنتوا لحقين زعيم قاعد برا وزعيم عم بياخذكم على الهاوية، ونحن كان عندنا الشباب كل الثقة بهذا الزعيم اللي برا، هذا القائد اللي برا اسمه الجنرال عون. وكان عندنا الثقة وعطينا القوة وعلمنا عدم اليأس، لأنه اليوم كان يقلنا دائما في معارك الحرب طويلة. لو خسرنا معركة ولكن ما خسرنا حرب، وضلينا على هذا المبدأ 15 سنة، وشفنا بال 2005 وصلنا للحرية والسيادة والاستقلال. وبال 2005 الصورة ذاتها إذا بتتذكري صارت، يعني كنا عم ننادي 15 سنة حرية سيادة استقلال ونفوت على الحبوسة ونتعرض للضرب. بال 2005 شفنا الكل رجعوا عم بيرفعوا الشعار تبعنا حرية سيادة استقلال، هن ذاتهم اللي كانوا يا إنه متنسينه يا إنه ما عم بينادوا فيه يا إنه ضده، أو في مصالح جمعتهم بالسوريين بهداك الوقت تا ما ينادوا فيه. شفنا بال 2005 لا، شوي شوي الشعب اللبناني كله صار عنده شعار حرية والسيادة والاستقلال. واليوم مثل ما عم نشوف الصورة هي ذاتها عم بتصير. اليوم نحن عم نطالب بإصلاح وبالتغيير وبانتخابات نيابية ومجلس جديد ورئيس يمثل الشعب. شفناهم عم نديهم لوحدنا، كنا لوحدنا، شوي شوي الشعب لوحده انتفض، صار عم نديهم لوحده. نحن كتير مبسوطين من هالموضوع، بس نحن يمكن علامة الاستفهام الوحيدة على إدارة هالمظاهرة اللي كانت عم بتصير. أول شيء شمولية العالم هيدي ممنوعة لأنه بتخلق تخدم الفاسد بتوجيه الاتهامات بالفساد، لانه اليوم في ناس يعني. في ناس عم عندها مسيره طويله وهي اللي عم بتعاني كانت بهالفتره، وبالعكس يمكن عماد عام ما وصل بعد لليوم لرئيس الجمهوريه لانه عم بيطالب بمكافحه الفساد ولانه عم بيطالب بقانون انتخابي عادل وتمثيلي. يمكن هودي حرموه لهاللحظه ويصادر رئيس لرئيس الجمهوريه. بتقولي لي حرموه، بقول لك ايه، لانه هو زلمه بيمثل اغلبيه الشارع المسيحي، طبعا نقول الشارع المسيحي عنده تمثيل شعب كثير كبير بهذا البلد. لحساب هذا نحن اليوم ما بنقبل، وعن جد متأسف إنه هودي عم يشملونا بالكل. ها واحد. اثنين، المشكلة الوحيدة بالنسبة لنا إنه لازم يكون في خريطة طريق واضحة. يعني اليوم في توحد لازم يكون للشعارات، في لازم يكون خريطة طريق واضحة لهالجمعية اللي عم تنزل. مشان هون لهيك نحن منخاف على إنه تعم الفوضى. يعني نحن مع الثورة ومع التغيير ومع أكيد اليوم بصير في ينتج نظام جديد بالحكم، بس هذا شيء بينتج بطريقة لازم نوحد فينا مطلبنا، نعرف شو الحل اللي هو واحد ووحيد، انتخابات نيابية. العماد عون امبارح إعادة تكوين السلطة، قال امبارح العماد عون انا مع الثورات وانا بدعم الشباب، بس انا بخاف انه الفوضى ترجع تعم المؤسسات، وهذا شيء لازم نكون واعيين له نحن. بشو بدها تعم الفوضى اليوم؟ بشو هن عم بيدرسوا الخطوات اللي عم بيعملوها؟ بس في خريطة الطريق بتكون اطول من اللي عم بيدرسوه. يعني اليوم ممكن كل يعني كل وقت بوقته، بكل مفاجاه بوقتها، كل يوم بيومه. لا بس اكيد بيكون شايفين لبعيد. بس الواحد بده ينقذ وطن مثل عم يصير، يعني وصل المرحله اللي وصل له، لازم يكون اكيد رسم خريطه طويل شوي، ها، ويكون عارف حاله بكل اتاب شو ممكن يوصل وشو ممكن يتصرف. اليوم ما فينا نمشي بس كل يوم بيومه بهالبلد هذا بالوضع هذا. وعلى القليلة على القليلة كمان النقطة الثالثة بدي أقول عن الشباب، لازم يحطوا إيديهم بإيدين اللي بده يحط إيده بإيدهم. يعني نحن اليوم كتيار إذا إجا حدا قال نحن ما نشارك معكم ونحن مننادي بشعاراتكم ونحن معكم، بدنا الإصلاح وبدنا التغيير وبدنا الانتخابات وبدنا رئيس من الشعب أو بدنا رئيس من مجلس نيابة بيمثل الشعب، نحن أكيد يتفضل ينزل معنا على ساحة الشهداء حيالله طرف كان. فما فينا اليوم نحن نقول بدنا نبني وطن، بدنا نغير نظام. طب انتوا الجمعة الا ما نمد ايدينا لايدين بعض. طب انتوا الجمعة عندكم هيدي التظاهرة، نعم. كمان في تظاهرات اخرى، في خطوات لاحقة او لا بعدين بدكم تنطروا حوار 9 ايلول تنشوف بناء عليه؟ شغلة هقول لك اياها، نحن بحياتنا طلعنا من الشارع، مش انه اول نهار جمعة، نحن صار لنا 15 سنة مثل ما قال انطون نحن بالشارع، وقبلهم جيل اللي قبلنا كمان قعد 10 سنين قبلنا بالشارع. نحن بيقولوا لنا اولاد الشارع، جيل عون، نحن بحياتنا طلعنا من الشارع وبحياتنا رح نطلع من الشارع طول ما في واحد مظلوم وواحد حس انه حقه متاكل. كل شيء بوقته عم بيصير، كل مرحلة بمرحلتها. نحن آخر شهرين شبابنا ما طلعوا من الشوارع، إن كان بالمناطق، إن كان بساحة رياض الصلح أو كان بساحة الشهداء، حتى بالتحركات الأخيرة اللي صارت مع جمعيات كان في شباب من عنا على طول على الطريق، لأنه نحن من ناصر الحق.
هلا الخطوات اللاحقه كله عم يندرس كله بوقته، ما بدنا نعمل خطوه تكون ناقصه، بدنا نعمل خطوه تكون منتجه، وهالاساس عم نشتغل نحن كحزب وكقطاع شباب. الجمعه رح تكون منتجه؟ سوري؟ الجمعه نعم بتكون منتجه؟ بإذن الله. معنويا منتجه؟ اكيد معنويا منتجه، نحن بمجرد ما يشوف الشعب اللبناني عم يتحرك، هي تذكري ب 14 اذار مثل ما قال أنطون كنا ننزل على مدة 15 سنة نكون أحسن حالياتنا 500 شخص، وصارت هالبولدوناش تكبر، كرة التلج تكبر 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 توصلنا عبينا الساحات، وهيدا ما في شيء رح يحرك العالم إلا ما تشوف عالم نازلة قدامها عم تطلب حقوقها، تحس شيء بمسها من الداخل، بس هي واحد دقيله بلقمة عايشه بكرامته بحياته بأولاده ومستقبل أولاده، ما في شيء رح يمنعه ينزل يدافع عنهم. بالنهاية نحن طبيعتنا إنسانية، في غريزة بدها تتحرك هون، العالم كلها لازم تنظر، إنه خلص طفح الكال، نحن شبابنا كلها عم تهاجر، مستقبل لأولادنا ما في، كهرباء ما عندنا، مي ما عندنا، زبالة ما عندنا، أكثر شيء عندنا زبالة، أكثر شيء عندنا زبالة، ما عندنا مطاعم ولا زبالة، ما عندنا خطط لإزالة الزبالة، غرقانين بالزبالة، عندنا غير زبالة. فهو الهدف من النزلة، أول شيء معنوياً، الشعب يحس حاله هو معني بالموضوع ولازم يتحرك تيغير، لأنه ما في شيء حيغير ويوصل صوت الشعب الا الناس اللي على الطريق. مثل ما قلنا احنا قبل، مثل ما بيقول عماد هون دائما، نحن رح نصوت باقدامنا نهار الجمعه، وباذن الله نهار الجمعه رح نصوت باقدامنا. انطون شو رايك بطلب استقاله وزير البيئه واعطاء السلطه للبلديات؟ يعني برا بهيك ازمه حكومه بتستاهل مش وزير. مزبوط. منا لحالها يعني ما بتنطر حدا يطلب منا حتى. لكن اليوم استقاله وزير البيئه إذا ممكن تأدي لإنقاذ البيئة وإنقاذ العالم نسبالة أقله بتبلش تحاسب يعني بمكان ما. وزير بيئة مش عم دافع عنه يعني، بتعرف نحن عنا كتير يمكن مشاكل معهم ومع أوكي. أوكي بس نحن اليوم عم نحكي بطريقة منطقية، إذا اليوم استقالته ممكن توصل لمطرح لكل العالم بتكون مع الاستقالة، بس الاستقالة اليوم ما بتعب ما بتغير بس ما في شيء وصل لمطرح ما حدا مهم يعني كأنا مش مهتم بس استقال وزير ونهيص وننبسط ونزقف ومثل ما واضح حسب المسار الامور الوزير مش وحده بيتحمل مسؤوليه يمكن بدها ترجع تعطيه يمكن الصلاحيات تسردها من مجلس الانماء والاعمار مثلا يمكن ما في شيء بيتغير ما في شيء بيتغير يمكن ويمكن يتغير بس اذا اليوم استقالت الوزير هذا شيء الوزير شو بيصير محله ما بتعمل خرق ما بتقول اقل انه في محاسبه ما فيكم مثلا تستلشوا هالقد اللبنانيين بصحتهم بسلامتهم مش هو وحده بيتحمل هالمسؤوليه هو بيتحمل مسؤولية بس مش وحده وقت ما يتحاسب بيتحاسب وكل بيتحمل مسؤولية ويمكن الوزراء اللي قبله بالبيئة بيتحمل مسؤولية ماني أنا تحكم بس عم بقلك هاي مسؤولية اليوم في تراكمات اليوم هالتراكمات بجت فرض مرة شفنا زبالة بس لازم يرجعوا لقبل بس أنتم موجودين بالحكومة والأزمة عم بتزيد وبعد لهلأ ما في حل والكل عم بيحكوا إنه الشتاء جاي طب هيدي الأمراض كلها بالمي وبالشتاء وبالروايح كلها ما تنقل أمراض للمواطنين طبيعي طب شو موقفكم بهيدا الملف يلي يهدد كل بيت وكل غني وكل فقير ويلي بالسلطة ويلي برات السلطة العماد عون قال شغلة مهمة إنه اليوم نحن عم نركض تنلزم شركات ها للزبالة بس مش هيدي هي المهمة بس وين المطمر تبعهم؟ لزمنا المليون شركة اليوم المطمر وين؟ في بتعالج الموضوع بتعالجيه بالنقطه الحساسه تبعه فينا نلزم غير سكلين ايه ولازم نلزم غير سكلين بس اليوم ما في مطامر وهيدي هي المشكله الاساسيه هيدي اللي لازم يتركز عليها هلا ايجاد مطمر واكيد الشركات لازم بلديات كمان حسب ما نحن كمان بنفكر لازم اعطاء الاموال للبلديات تيصير في لا مركزيه بالزباله ويكون في مطامر لهالزباله تبدا المركزيه من لا مركزيه من ملف النفايات اقله موضوع النفايات نعم هو من بين الطروحات الطارئة طروحات مش طارئة نحن موضوع النفايات وصل عليه كله مؤخر نحن بلشنا فيه بال2010 بس صار تجديد لسكلين وقتها ما في الا وزراء التيار الوطني الحر هن اللي اعترضوا بالتصويت صوتوا ضد التجديد لسكلين بس انتوا اعترضتوا بالحكومة بس نعم. ما شفنا بهيدي الأزمة الحالية مواقف قوية خاصة من قبل وزيري التيار أو من وزراء التكتل بالحكومة شو بتقصد مواقف قوية أكثر من هيك شو بنعمل ما جينا على الجلسة بقى شو عم هي كانت المواقف مش ضروري مواقف تكون بالإعلام بتشوف المواقف بالداخل هيدا المهم في الوزير كان يطلع ما اجوا على الجلسة بإطار إنه لا لأنه في جدول أعمال وفي تخطي التيار الوطني الحر أم لأنه كمان صار لها تراكمات أكثر سنة تقريبا سنة وشوي عم بتصير في 70 مرسوم مضى في كله هيدا اعتراض بين عدم المجيء على الجلسة هي اعتراض على كل الملفات
اعتراض عدم المشاركه بالحكم، نحن ما فيك انت تطلب مني انا شاركك بالمشكله تبع الزباله وما بتطلب مني شاركك بالحكم، ليش انا بس توقع المشكله انا بدي شاركك فيها؟ مع انه هذا الشيء ما بدنا ونحن مستعدين نشارك ونفوت فيها على الاخر نحل المشكله. عند المناقصات شو صار؟ التغت المناقصه. ليه هالسؤال؟ ليه وزير الطيار وين كانوا بالموضوع؟ هو كانت موقفهم، شفنا الوزير ابو صعب شو صرح مباشره بعد المناقصات. يمكن لو ما كان وزير الطيار موجودين ما بعرف كان يمكن كان صار هيك تون الزباله بألف دولار يمكن مثلا. لهالسبب اجبار نحن نكون موجودين ما نتقاعس ويضلوا وزراء موجودين جوا اوكي ليكون معارضه داخل هالحكم هذا. لانه اليوم احيان شيء كان على الطيار يعملوا استقاله الوزراء اثنين تبع الطيار نربح شعبيا قد ما بدك قولي، ولكن شو بكون عملنا؟ فتحنا المجال لانه يعني الطريقه الكيديه اللي كانوا عم بيعملونا فيها بالعكس يجتمعوا مع بعضهم على الشعب اللبناني. لا في محاسبه، لا في مين يوقف لهم قراراتهم الطاغيه او الصفقات اللي عم بيعملوها. ساعتها بتفلت الخبريه. دكتور سمير جعجع، دعي المتظاهرين او اللبنانيين يبقوا بالساحه لحين انتخاب رئيس جمهوريه، انتم في حوار بينكم وبين القوات اللبنانيه، انتم نازلين مشان قانون انتخابات نيابيه، ما في تنسيق، ما في تنسيق على مستوى النزله للشارع مع القوات اللبنانيه على مستوى المطالب، لانه بين رئيس جمهوريه وبين انتخابات نيابيه او الحوار فقط هو على مستوى خاص بامور خاصة لا يترجم على الارض. هلا في نقاط كثيرة بحوارنا مع القوات اللبنانية، يمكن هيدي النقطة بعدها من النقاط الخلافية، قصة انتخابات رئاسية من هذا المجلس، ونحن بنعتبر انه لا، هذا المجلس بطل يمثل، هذا المجلس اكسبايرد، هذا المجلس خلص بصلاحيته، لازم يكون في مجلس جديد يعبر عن اراء الشعب، وشفنا الشعب كيف عم ينزل، وهو عم بيطالب، هي الشعب اللي عم ينزل لهون، ما عم بيطالب بانه هذا المجلس بطل يمثله، بده مجلس جديد. لهالسبب نحن عندنا اختلاف بوجهة النظر بهالموضوع، ولكن بعتقد القوات اللبنانية هن عياقين. انه ما لازم يجي رئيس جمهوريه اليوم للبنان الا رئيس جمهوريه تمثيلي قوي، وهيدا موقفهم يعني موقف الدكتور جعجع، رئيس جمهوريه قوي وقالوها كذا مره، وهن بيعرفوا رئيس الجمهوريه القوي. نحن ما عم نقول الدكتور جعجع هو رئيس جمهوريه قوي، اختلفنا معه او ما اختلفنا معه، ولكن يمكن اليوم فرصته بالوصول يمكن غير فرصه العماد عون ككتل نيابيه، ولكن هو يعتبر من الرؤساء الاول. نيناتهم فرصهم مثل بعض، لانه 14 اذار لن تنتخب العماد عون و8 اذار لن تنتخب الدكتور جعجع، بس اليوم حلفاء يعني. اليوم بعتقد القوات اللبنانيه كان موقفهم واضحه، ما عم بحكي عنه كذا مره على كذا مرحله، لانه هن كمان مع وصول رئيس قوي بعتقد له هيدا قالوه اثنيناتهم يعني بالراديو وباعلان النووي. اليوم بنختلف معهم بقصه انتخابات الرئاسه، بس موضوع الحراك، موضوع الحراك انتم حواراتكم فقط هيك بالمكاتب ومش بال يعني بالعكس. ما لازم يترجم بترجمه على الفعليه على الارض وعمليه. حواراتنا اذا بتلاحظي ترجمت على الارض بالجامعات، بلشنا نحن بحوارنا كقطاع شباب في التيار مع مصلحه طلاب القوات، صار في لقاء ببيت عنيا حضره الدكتور جعجع، بعدها صار في ترجمه لهاللقاء على الارض، صار في بيانات مشتركه، صار في ايام اعتصامات لمطالب للطلاب ينزل فيها التيار والقوات، كنا قلنا زمان مش شايفينها من ايام الاحتلال السوري، وبلش هالشيء يصير مفعول، خف الاحتئان بين الطلاب، يمكن تنافس بضل، وهذا نحن مش ضروري نحن القوات يكون عندنا ذات يعني الجمعه ذات القرارات او ذات الافاق، بس على القليله يكون نحترم التنافس بين بعضنا البعض، وهيدي بنفرجي فيها صوره حلوه اولا للشارع المسيحي وللشباب المسيحي، وكمان بصوره عامه للشباب اللبناني. يعني الجمعه انتم لوحدكم كتيار وطني حر نازلين، نحن يعني حتى حلفائكم بالتكتل مش موجودين، نحن والشعب اللبناني واللي بحب يجي اهلا وسهلا. نحن مش هلا ما تحكيني بس بلغه سياسيه ودبلوماسيه، لا هذا الواقع. تكتل تغيير والاصلاح، في كمان قوى اخرى، هل ستكون مشاركه؟ في وفد راح اجتمع مع كل الاحزاب، نحن اعلمنا الكل انه نازلين، واللي بيحب ينزل اهلا وسهلا، ما طلبنا من حدا يشارك. ما بلغوكم شيء؟ ما بلغوكم اذا العماد عون ما طلب من حدا يشارك. العماد عون كان واضح بمؤتمر الصحفي تبعه، قال ادعوا التيار الوطني الحر محاسبين ومناصرين للمشاركه نهار الجمعه الساعه 6 بساحه الشهداء، كان واضح القرار. هلا وما بنطلب من حدا يشاركنا، بالعكس هي مطالب بنرجع بنعيدها لكل اللبنانيه، فاذا بحبوا من حلفائنا يجوا اهلا وسهلا، منيح بيجوا حبوا من اخصامنا يجوا كمان احسن واحسن، هيدي الشعار نحن واثقين انه يوما ما مثل ما شفناه هلا بساحه الشهداء بسبت الماضي، وهلا رح نشوفه جمعه الجاي نهار الجمعه، ان شاء الله بنشوفه مره ثانيه مجتمع الساحات كلها ببعضها تحت شعار واحد، شعار الاصلاح، شعار التغيير، شعاب، شعار انتاج مجلس نيابي بيمثل كل اللبنانيين. يعني ناويين بعد الجمعه يكون في محطه اخرى؟
كله بوقته. كله بوقته. حتى لو الأمور يمكن صار فيها لا سمح الله مشكلة مثل ما صار مع الشباب الحراك المدني مع شباب حملة طلعت رحلتهم. هو الهدف ما يصير في مشكلة، بس المشكلة الواردة تصير، وبعد كل فعل بيجي ردة فعل. نحن عم نجرب أول شيء نكون نحن اللي عم نستبق الأفعال المش منيحة والأفعال اللي بتضر بصورة البلد وبتضر بمصلحة البلد وبتضر بمصلحة الشعب اللبناني. بس الهدف منه هو أن يكون كله حضارة، كله رقي، كله متوجه لأهداف معينة. نحن بالنهاية بنوصل لهدفنا. الطريقة توصلنا لهدفنا السلمية قد ما كانت فيها تكون نحن رح نسلكها، وشو ما كانت ردة الفعل نحن مستمرين 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 توصل الأهداف تبعنا. شو رسالتكم اليوم للناس اللي بدها تجي تشارك ولا الشبان يلي كمان عم بيعملوا حراك بالشارع، خاصة بعد يلي صار معهم، طالما في كتير قواسم مشتركة تجمع بالشعارات والعناوين؟ نحن رسالتنا لكل اللبنانية تقبل البعض، تقبل بعضنا البعض. ما لازم حدا منا يرفض الثاني، لأنه نحن بدنا نبني هالوطن كشباب، بنحط إيدينا إيدينا بإيدين بعض، وإلا إيد وحدة ما رح تزقف. لهالسبب نحن مع إنه نحن ما عندنا مشكل نشاركهم بساحاتهم مثل ما قلنا بالجمعة القطعت، ونحن اليوم إذا هن بحبوا يشاركونا ما عندنا أي إشكال. بالعكس، طول ما نحن هذا الشعار عم بيجمع بين اللبنانية، طول ما نحن بنشجع هذا الإجماع، لأنه برجع بعد لك ساحة 2005، ساحة الشهداء بال 2005 كان التيار قبل ينادي وحده وحده، شوي شوي صرنا شوي شوي هالبولدولانش تكبر تكبر، شفنا الساعة موحدة. نحن هلا بنتمنى إنه اللبنانية توحد كل شعارهم. نحن اليوم ما بنرفض الآخر، بنتمنى الكل. إذا هن بيجوا لعنا نحن قبلانيين، وإذا هن بدهم إيانا نجي لعندهم كمان نحن قبلانيين، بس على القليلة يكون عنا فكرة براسنا، نحن ما فينا نعيش على الأرض ونرفض بعضنا. معقولة رالف نشوف يوما ما إنه في شيء بيجمع بيناتكم؟ يعني مش في كتير أشياء بتجمع بيناتكم، بس إنه تلتقي كل هالشوارع، لأنه إن كان أي من ينتمي لأي مذهب أو طائفة أو حزب أو لون أو انتماء سياسي، الهموم نفسها. صحيح. معقول بهيدي المرحلة هاي إنه في شيء يجمعكم أنتوا والشبان الآخرين اللي عم ينزلوا ونشوفكم سوا؟ أكيد في تواصل، في احتمال تواصل أو لا؟ نحن مستعدين نتواصل مع كل العالم. ونحن مثل ما قلت لك قبل شوي، كل مطالب الشعب اللبناني هي مطالبنا. هدفنا نحن نوحد الصيحات، نوحد الصوت، نوحد الكلمة. نحن بس كان انتقادنا عليهم إنه أنتوا عم تشملونا مع الباقيين. لا يا جماعة، نحن ما بنشمل. نحن كنا عم نشتغل اللي أنتوا عم تطلبوه، نحن عم نطالب فيه صرنا 10 سنين، ونحن مستعدين نتواصل مع مين ما كان كرمال نطلع البلد من الورطة اللي هو فيه هلا ونعمل بلد أحسن. نحن مش عم نكرر، أنا بصفتي مسؤول مدارس، نحن هالبلد عم نعمله لأولادنا ولأولاد أولادنا. يمكن في المسؤولين هلا الحزبيين كلهم صاروا كبار بالعمر، ماش عندهم مستقبل ينفشوا عليه. هاي المستقبل اللي قلنا نحن بنصنعه، ونحن الشباب اللي بنصنع مستقبلنا، ونحن على امل انه نتوحد مع كل الشباب اللي عم تطالب باشياء منيحه للبلد، نحن عاجزين نحكي معهم. انا بدي اشكركم. فاذا اليوم الساعه اي ساعه قدامي نشر روحي؟ بمكتب التيار المركز الامان العامه، ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر، حوالي الساعه 6 بينطلق مواكب سياره من هنيك بتجول ببعض المناطق اللبنانيه، اكيد تحضيرا تحضيرا لا. والجمعة اللقاء هون أي ساعة؟ الجمعة اللقاء هون الساعة 5:30 ببلش. الساعة 5 دغري مباشرة هون أو لا في كمان نقاط تجمع؟ لا، في أكيد نقاط تجمع بكل ضيعة وبكل منطقة وبكل مدينة. طب إنه ينطلقوا مع بعضهم سوية لهون، ولكن ابتداء من 5:30 ببلش هون تنتلي الساحة بالمتظاهرين. أطول سعيد، أنا بدي أشكرك راج بسيني، أنا بدي أشكرك. إذا الله راد يعني منشوف منتابع معكم كل التحضيرات أكان اليوم أو التظاهرة يوم الجمعة، على أمل كل الساحات تلتقي لأنه المطالب هي واحدة بتجمع والهم واحد عند كل اللبنانيين. مشاهدينا بريك وبنرجع منتابع كمان بالمحور الأخير من حلقتنا مباشرة من ساحة الشهداء، خليكم معنا. نتابع حلقتنا مباشرة من ساحة الشهداء. بدنا ننتقل عند زميلنا بسام أبو زيد اللي موجود أمام وزارة الداخلية. نهارك سعيد بسام. يبدو في إجراءات أمنية استثنائية بمحيط وزارة الداخلية، وليش بسام؟
يعني لا يمكن القول بأن هذه الإجراءات هي إجراءات استثنائية أو بأنها يعني العناصر الأمنية موجودة بحال استنفار. هناك يعني مجموعات من مكافحة الشغب موجودة في أماكن بالقرب من وزارة الداخلية، ولكنها يعني ليست في حالة استنفار، هي موجودة في هذه الأماكن تحسبا لأي طارئ، يعني ليس هناك من انتشار أمام وزارة الداخلية بطريقة يعني لحماية هذه الوزارة أو يعني لمنع الاقتراب منها. كل الحركة في محيط وزارة الداخلية هي حركة طبيعية، ولكن قوى مكافحة الشغب موجودة في أماكن في محيط هذه الوزارة متجمعة هناك، تتصرف العناصر بشكل طبيعي وليست موجودة على الطرقات بانتظار يعني حدوث أي طارئ. في حال حصل أي طارئ يمكن لهذه العناصر بفترة وجيزة جدا أن تتدخل وأن تقوم بما هو مطلوب منها. يعني ولكن الحدث يعني الأساس الذي سيكون اليوم في وزارة الداخلية ندى هو إعلان نتائج التحقيقات في حوادث 22 تموز التي جرت في ساحة رياض الصلح. وزير الداخلية نهاد المشنوق من المفترض أن يعقد عند الساعة 4 من بعد ظهر هذا اليوم مؤتمرا صحفيا يتحدث فيه عن نتائج هذه التحقيقات. هذه التحقيقات يعني يجب أن نقول للمشاهدين بأنها جرت على مرحلتين. المرحلة الأولى أجرتها قوى الأمن الداخلي وهي تسمى تحقيقات مسلكية وتولاها العميد جوزيف كلاس، وهذه التحقيقات المسلكية تجري في داخل قوى الأمن الداخلي ومن خلالها يتم تحديد المسؤوليات وما إذا كانت عناصر وضباط قوى الأمن الداخلي قد تصرفت بما يمليه عليها ما جرى على الأرض وبما يمليه القانون. في حال كانت هناك مخالفات يعني يتم اتخاذ تدابير بحق الضباط والعناصر الذين خالفوا، وهذه التدابير يعني تتراوح بين التوقيف في داخل قوى الأمن الداخلي وأيضا يعني بأمور لها علاقة بالترقيات وبأمور أخرى لها علاقة بنقل هذه العناصر أو هؤلاء الضباط من مكان إلى آخر. هذه التحقيقات لها علاقة بالأمور المسلكية داخل قوى الأمن الداخلي. هذه التحقيقات التي جرت التحقيقات المسلكية أحيلت إلى القضاء من قبل يعني بطلب من وزير الداخلية، أحيلت إلى القضاء من أجل أن يستكمل القضاء التحقيقات ويرى ما إذا كان هناك يعني ضباط أو عناصر في قوى الأمن الداخلي قد ارتكبوا أي جنحة أو أي جناية. عندها تصبح الملاحقة قضائية ويحال هؤلاء أمام القضاء ولا سيما أمام المحكمة العسكرية. إذن اليوم وزير الداخلية يعني سيعلن هذه النتائج المسلكية والنتائج أمام القضاء. ولكن يعني ندى هنا أيضا لابد من الإشارة إلى أمر آخر، بأن التحقيقات القضائية يعني لا تشمل فقط عناصر قوى الأمن الداخلي وضباط قوى الأمن الداخلي، بل تشمل أيضا يعني الذين تم إلقاء القبض عليهم في خلال التظاهرات والذين يشتبه بأنهم يعني تعرضوا لعناصر قوى الأمن. أيضا هؤلاء ومن بقي موقوفا منهم يعني ستتناوله المسألة القضائية. تحميل المسؤوليات من قبل القضاء لن يكون فقط في مسألة قوى الأمن الداخلي، بل أيضا في المسائل التي لها علاقة ببعض الأشخاص الذين تواجدوا في ساحة رياض الصلح يوم 22 تموز. أود الإشارة أيضا إلى أن هناك تحقيقات مستمرة في كل الأحداث التي تلت، وذلك بناء على توجيهات من وزير الداخلية. كل الأحداث التي تلت إن كان في ساحة رياض الصلح أو ما جرى يوم أمس أمام وزارة البيئة أو ما جرى في شوارع أخرى في وسط بيروت، كل هذه الأمور لا تزال موضع تحقيقات مسلكية من قبل قوى الأمن الداخلي وأيضا لتحقيقات قضائية من قبل القضاء العسكري المكلف بهذه القضايا ندى. بسام عندي سؤال، صارت معلومات امبارح بالمساء انه اليوم ممكن تكون هيدي التعزيزات اذا كانت مثل ما انت عم توصفها منا باطار يلي تروج له انه هي استثنائيه، ولكن تاتي باطار انه لا في يمكن يكون في نيه للشبان انهم يتوجهوا لامام وزاره الداخليه، هل في شيء من هيدا القبيل؟ يعني ندى كما تعلمين بالأمس عندما توجه نشطاء طلعت ريحتكم إلى وزارة البيئة يعني توجهوا بشكل سري، أو من كان يعلم فقط بهذا التحرك هم ربما شخصان أو ثلاثة أشخاص فقط كانوا يعلمون بهذا التحرك. وبعد حصول هذا التحرك وما جرى من مواجهات ويعني أمام وزارة البيئة وفي داخل وزارة البيئة، طبعا القوى الأمنية تحسبت لتحركات مماثلة يمكن أن تحصل. القوى الأمنية وأيضا يعني المسؤولين السياسيين اعتبروا أن وزارة الداخلية يمكن أن تكون
وجهة لي يعني نشطاء طلعت ريحتكم للتحرك باتجاهها، ولذلك يعني وضعوا هذه القوى في محيط وزارة الداخلية. طبعا هناك تدابير أمنية بحسب ما علمت متخذة في أكثر من إدارة وفي أكثر من وزارة من أجل يعني تفادي ما حصل يوم أمس في وزارة البيئة، لأن هناك يعني تخوف لدى القوى الأمنية ولدى المسؤولين السياسيين من أن يتحرك النشطاء باتجاه إدارات أخرى. طبعا النشطاء لديهم أهداف، لديهم يعني خطط لهذا التحرك، ولكن هم استطاعوا حتى الآن الحفاظ على سرية هذه التحركات، واليوم الجميع يترقب في أي اتجاه سيتوجه هؤلاء لمعرفة كيف ستسير الأمور وأي طابع احتجاجي ستتخذ. شكرا لك الزميل بسام ابو زيد. طبعا قلنا عوده لك تنواكب يعني شو الاجواء بمحيط وزاره الداخليه، اذا في مفاجات ثانيه سيقوم بها هؤلاء الشبان والشابات، وشو نتائج التحقيقات اللي اجرتها وزاره الداخليه. انا بدي رحب فيك، اهلا وسهلا فيك استاذه غيث، انت من اللجنه الحقوقيه بحمله بدنا نحاسب، يا ريت بتعرفينا اكثر عن هيدي اللجنه. صباح الخير لك. أهلا وسهلا. لجنة المحامين هي مجموعة بتضم مجموعة من المحامين اللي تطوعوا بس بلشت الإشكالات على الأرض، يعني كان في بداية نحن جزء من هالمظاهرة اللي كنا موجودين على الأرض وشفنا إنه الشعب كيف نازل وشو هدفه والنخبة الموجودة بين الناس اللي نازلة وعارفة شو بدها. من هالمنطلق وشفنا الشباب كيف تعرضت، شبابنا النازلين يتظاهروا ويعبروا عن رأيهم بطريقة سلمية، كيف توقفوا وتعرضوا للضرب وما كان عم صار في تجاوزات بالتحقيقات الأولية. من بعد هذه الخبرية نحن شكلنا لجنة محامين بتضم عدد من 12 لحد هلأ في 12 محامي. نعم. عم نتابع ملفات الموقوفين بالمغافر، تقدمنا بشكاوى قدام المحكمة النيابة العامة العسكرية لشابين اللي هن كانوا متضررين وصار في عطل دائم بعينه لعلي جبق. صح. أكيد هيدا وضعه شوي نتذكر حرش. الصورة يعني صحيح صحيح، تقدمنا بشكوى مباشره وضمت للتحقيقات الملفات الاساسيه، لانه مثل ما بنعرف انه معظم الشباب توقفت، خاصه اول مظاهره او ثاني مظاهره كان في عنا عدد لحد معين بيوصل ل 83 شاب متوزعين بالمغافر، كانوا بلشوا وقت تابعنا معكم تباعا يطلعوا. صحيح، بحاجه لاصحاب اختصاص يتابعوا ونقدر نحصى هالعدد الكثير كبير، وكان في كثير علامات استفهام على اول شيء اسماء الموقوفين لي هالقد مش معروفين، يعني اهاليهم عم ينزلوا بيسالوا عنهم مثل كانهم مخطوفين، بالعكس هن كانوا بمظاهره سلميه، وهيدا شعارنا الاساسي وبنرجع بنكرره بكل لقاء انه شعار المظاهره سلمي وتعبير عن الرأي، وهو حفظ لنا اياه الدستور. العالم كلها لازم تعرف انه بالمواثيق الدوليه والدستور اللبناني اعطيهم لكل الشعب اللبناني هيدا الحق بالماده 8 والماده 13، وعهالاساس اللجنه تحركت، الشباب والصبايا يعطيهم الف عافيه، محامين متطوعين من دون اي مقابل ليتابعوا هالملفات بالمغافر امام المحكمه العسكريه. ولنأكد على نقطة أساسية إنه في عنا جرم يوصل للجناية اللي هو تعطيل في عطل دائم بعينه لعلي جبق، لحد هلأ ناطرين أكيد وزير الداخلية كمان ما يستبق الأمور. بدي أسألك عنه، يعني اليوم بدي يعلن نتائج التحقيقات، بس التحقيقات المسلكية كيف الإفراط باستعمال القوة، وأيضا تحقيقات مع موقوفين، قديش بعد في الموقوفين؟ من اي يعني موقوفين من اي احداث، من اي تظاهره، لان كذا تظاهره. صحيح. وكذا مره تم اللجوء للعنف. مزبوط. تقريبا كان عندنا العدد 83 اول مظاهره وثاني مظاهره، وصل لاكثر بس الحد الادنى كان 83، لانه في عندنا بتوزعوا بين مغافر وبين مخابرات الجيش، فطلع عدد كتير كبير منهم، مع الملاحظه انه في شباب قصر توقفوا 3 أيام و4 أيام. صح. وهي هون حجز حريه، يعني هي مخالفه فاضحه بالقانون. أوكي. باصول المحاكمات، يعني توقفوا قصر ما معهم مندوب احداث، امبارح حكينا بمؤتمر الصحفي اللي اطلقناه انه مندوب الاحداث كان موجود وقال انه تبطل كل التحقيقات بمجرد ما يكون في معهم حدا موجود معهم. فاول عدد كان 83، طلع
بقي عنا هلا لتاريخ اليوم عنا 7 بين موزعين بين مغفر جميزي ومغفر النهر، عنا 2 بمغفر الأشرفية، وعنا بمخابرات الجيش تقريبا شي 14 شاب. اوكي رح نرجع مع حضرتك ونسال كمان عن امبارح تحديدا، ولكن بدي اشوف اذا زميلتنا فتون رعد معنا من مستشفى الجامعه الامريكيه اللي عم بتواكب وضع لوسيان ابو رجيلي الصحي، يلي فعلا يعني كان الشكل اللي شفناه فيه يعني ان شاء الله يكون بخير وسلامه، ما يكون هالقد كمان تعرض لوسيان مثله مثل غيره من الشباب. فتون رعد نهارك سعيد، يعطيك الف عافيه. كيف الجو عندك؟ كيف وضع لوسيان؟ كيف وضع يمكن غيره من الشباب يلي كانوا أصيبوا امبارح؟ نهارك سعيد ندى لك ولضيوفك والله يعافيك. نحن بس بدي شيء، ما قدرنا نوقف حد الجامعة الأمريكية يعني لتعذر أنه يسمحوا لنا بهذا الشيء. بدي طمن أنه لوسيان بورجيلي طلع من المستشفى وهي موجود معنا لحتى يخبر شو صار معه، بس قبل خليني أعمل جولة شوي على وضع المصابين من يلي صار امبارح، من إن كان من المعتصمين يلي كانوا داخل مبنى وزارة البيئة أو إن كان من التظاهرة يلي انحشدت خارج مبنى العزارية للتضامن مع الشباب يلي كانوا جوا. يعني بشكل عام كان في 10 حالات نقلت إلى المستشفيات، حالة منهم بمستشفى الجعيتاوي، 7 بمستشفى الوردية، وحالتين بالجامعة الأمريكية، أصبحوا حالة واحدة بعد خروج لوسيان بورجيلي، وكان في 60 علاج يعني على الأرض من قبل الصليب الأحمر اللبناني، هول لم يدخلوا إلى المستشفيات، مع الإشارة أنه في 3 عناصر من قوى الأمن من ضمن المصابين. لوسيان بورجيلي موجود معنا لحتى يخبرنا شو صار معه امبارح. لوسيان أول شيء الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. قيل أنه أنت وقعت عن الدرج. بتقلك كمان زميلتي ندى الحمد لله على سلامتك. قيل أنه أنت وقعت عن الدرج، شو صار معك؟ أكيد أنا ما وقعت على الدرج. اللي صار أنه من بعد ما شحطوا الإعلام مع سابق إصرار وتصميم أنه يرتكبوا جريمتهم بحق المتظاهرين السلميين يلي كانوا قاعدين عم بيعبروا عن رأيهم وحرية الرأي بوزارة البيئة لقضية بتهم كل اللبنانيين وبيناتهم نحن أكيد كناشطين، يلي صار أنه فاتوا علينا عناصر من مكافحة الشهب والفهود، ضربونا ضرب مبرج لدرجة أنه لو ما حسن سليت واحد من الناشطين معي دافع عني أنا كنت اليوم بعد موجود بالمستشفى. أنا تكسرت من كل الميلات، ضربونا بكعب اجريهم بالعصايات يلي هن حاملينها، وفي صور موجوده على الفيسبوك بتثبت هيدا الشيء، ونحن تعرضنا لان أسوأ نوع من الدوله البوليسيه امبارح يلي بتقطش كابلات للتلفزيونات، يلي بتشحط كل التلفزيونات بطريقه همجيه، شدوهم شد، فاتوا علينا وعارفين ليش عم بيعملوا هيك. وانا بس هلا بدي اقول شغله، انه في 3 كاميرات موجودين كانوا بهيدا الكوريدور مطرح ما ضربونا، كاميرات مراقبه عم نحكي، كاميرات مراقبه وكانت دايرين لانه كان في ضوء اخضر عليهم، موجودين بوزاره البيئه. انا بتحدى الوزيرين المشنوق اثنيناتهم انه يبرزوا الادله، واذا ما بيقدروا يبرزوا هالادله لانه الجريمه كثير فظيعه انه الشعب اللبناني يتحملها، كثير فظيعه لانه نقدر نتحمل هيك نوع بوليسي، نحن مش عايشين بدوله بوليسيه، انه يستقيلوا فورا اذا ما بيبرزوا هيدي الادله، لانه نحن عارفين شو عملوا فينا، في اثباتات على جسمنا انه شو عملوا فينا، وفي اثباتات بالعين المجرده شو عملوا فينا، وفي اثباتات كاميرا شو عملوا فينا، مع انه شيلوا الاعلام بس في هول كاميرات موجودين، اذا ما برزوا هول الكاميرات من هلا ل 24 ساعه انا بنصحهم انه يستقيلوا. اليوم وزير الداخلية انه هذا المشنوع عنده مؤتمر صحافي، وايضا يعني امبارح كان هو وعد بعدم استخدام الشدة، وكمان يعني كنا موجودين وقوى الامن كانت عم بتقول هيك، من بعد ما ظهرنا كاعلام استخدموا الشدة، يعني انت عم بتقول هيك ولكن هن بينفوا هيدا الشيء. يبرزوا الكاميرات وبيبين العنف المفرد يلي استخدموه ليفرطوا مظاهرة سلمية وكانت عم بتندد بشعارات كلها سلمية وإلها علاقة بحقوقنا كمواطنين وبصحتنا كمواطنين وبأمننا البيئي والصحي يلي نحن كلنا معرضين له. اليوم الشعب اللبناني عم بيموت من وراء تقاعس وفساد المسؤولين اللبنانيين. بدي ارجع اذكر انه يعني انتم مطلبكم الاساسي كان بموضوع ملف النفايات، هلا حمله طلعت ريحتكم بالتعاون مع الحملات الاخرى، مستمره بخطوات التصعيديه؟ اكيد لحد ما كل شخص عم بيعمل هالاعمال يتحاسب، يلي ما عم بيقدر يتحمل مسؤوليه يتحاسب، نحن لازم نوصل لنهار انه بلبنان المسؤول يلي مش قادر يتحمل مسؤوليه يتحاسب، مش معقول نضلنا من وقت ما بلشت هالجمهوريه لليوم
العالم بتفشل وبتفشل 150 و100 مرة وما حدا بيحاسبها وبتضل بمطرحها وبتقول أنا رح أبقى وبتقول إنه أنا ما رح أتخلى عن المسؤولية مع إنه هي تخلت عن مسؤوليتها من زمان وعرضت كل المواطنين للخطر. شكرا كثير لك لوسيان بورجيلي والحمد لله على السلامه. ايضا بدي اذكر ندى انه ما في حالات خطره بالمستشفيات، يعني كلها حالات كدمات ومثل ما شفنا وضع لوسيان، ولكن حالات حرجه الحمد لله ما في. ندى شكرا لك فتون وحمد الله على سلامتك انت كمان والفريق اللي كان معك امبارح، وطبعا نحن رح نرجع لك يعني خلال نهار واصلا تنشوف كل نهار بنهار وشو بيصير. شو رايكم او شو الموقف القانوني من اللي جرى امبارح؟ اولا هل هو احتلال لمرفق عام مثل ما طلع البيان بوزاره الداخليه او وزاره البيئه او عن السلطه من قبل الشباب؟ قانونا احتلوا مرفق عام؟ هن فاتوا على وزارة والوزارة هي مكان بفتلوا أي مواطن، فاتوا بطريقة سلمية، فاتوا عندهم مطالب. نحن منفوت على أي وزارة منكون فايتين ما نعبي طلب أحيانا، فهيدا طلب من المطالب اللي عبيتوا يعني الشباب. يعني بالقانون ما في لأنه ما كان بإيدهم قانون يعاقب، ما كان في بإيدهم أي سلاح، ما كانوا عم بيكسروا ما عم بيخربوا، فاتوا عندهم مطلب من وزير البيئة. حتى لو ضلوا قاعدين ورفضوا يظهروا، حتى لو يعني يا ريت فعلا نشرح بالقانون شو نفهم، لأنه شو بده ينقال بعدين من قبل الدولة. أكيد. هلا نحن بالنهاية هون صار في لغط شوي بين القانون، وهل يا هل ترى عم يطبقوا هن القانون قبل ما يطلبوا نحن نطبقه بحذافيره؟ ما شفنا قبل، خليني بس أقول لك شغلة، وين الشباب اللي توقفت القوى الأمن أو العسكريين اللي توقفوا بالجرائم اللي تمت خلال؟ فكرمال هيك قبل ما نطلب تطبيق القانون بحذافيره بدنا نشوف من جهتهم قد ايه عم بيطبقوا القانون. شباب فاتوا على مرفق عام على وزارة البيئة، فاتوا في عندهم مطلب، وزارة البيئة هي منا حكر على وزير البيئة والموظفين، فاتوا منا ملك خاص، منا ملك خاص، كانوا عم يطلبوا طلب محدد هو استقالة وزير البيئة لأسباب معينة هي تليت وصارت معروفة شو هي الأسباب. أكيد للأسف نحن بنعرف استقالته أو وجوده أو وجود غيره مش هيدا هو مثل قلتها. وبالتالي إذا فاتوا هن على هيدا المرفق العام وبالطريقة السلمية ولو بقيوا هن، ما في بند بأي قانون ما يعاقبهم مثلا بغرامة بحبس بمتابعة، عرفتي يعني الأشياء العادية تيفهم الرأي العام مظبوط؟ في مادة قانونية بهذا، أكيد موجودة المادة القانونية بس حسب كيف تفسر. نحن كيف فسرناها وبأي أي طريقة، والشباب كيف فاتوا أي وقت كمطلب. فاتوا كمطلب، في عندهم مطلب فاتوا بوقت معين لجوا، ما مثل ما عم بيقولوا إنه هن فاتوا احتلوا وكان بإيديهم، بالعكس نحن هن كانوا عم يقابلوا، كان واضح صار انه صحيح. ما تعرضوا لشيء بالمبنى، فبالتالي المواد القانونيه تفسر وموجودين نحن لنفسرها بطريقه ونعطي الاسباب والعلل الصحيحه. الشغله الثانيه، هن بقيوا كل هيدا الوقت وصار اللي صار معهم، اول شيء انقطعت الكهرباء، بطل ترجع تفوت المياه، اخرج الاعلام واخرجوا بالقوه. هون القانون انتم كمحامين شو رح تعملوا بحادثه امبارح تحديدا امبارح عرفنا وكان في صور، اول شيء بتثبت هيدا الشيء، كان في صراخ، في زميلتك فتون. انا كنت موجوده وناديت للناس كرمال تشوف فتون، كانت عم طلت عن البلكون وقالت كانوا عم يضربوها وكانوا عم بشدوها لجوا ونحن شفناها، فهيدا جرم مشهود. فتون وغيرها من الصحفيين او الناس اللي تعرضت للضرب، خاصه في بعض الشباب والصبايا تعرضوا للضرب كانوا مغمى عليهم، في نعمة بدر الدين كان مغمى عليها وقت اللي شلوها وزتوها عن كتف زميلة. فبتصور هيدا تصرف، وحكي زميلة امبارح مع الاي بي سي اي، هيدا التصرف هي مخالفة كتير كبيرة بالقانون. ما فيهم يقولوا انه هيدا تصرف فردي من قوى الامن، ما فيهم يزتوها على قوى الامن. لو قوى الامن ما عندهم اوامر بهيدا الشيء، من يحاسب بهالحالة؟ انه قبل تقريبا بوقت معين بساعة اعلن وزير الداخلية انه بعد نص ساعة في حال ما طلعوا بدهم يكون في تصرف لقوى الامن. من يحاسب؟ يعني اليوم الساعة 4 الوزير المشنوق بده يعمل مؤتمر صحفي، وزير الداخلية سيعلن عن التحقيقات المسلكية ومن المسؤول، تنبلش من من أطلق النار يحاسب ليل السبت بأول تظاهرة كبيرة حاشدة، أو من أعطى الأمر بإطلاق النار؟ بالقانون مين بيتحاسب؟ الذي تلقى الأمر أو الذي أعطى الأمر أو اثنين؟ الاثنين.
الاثنين خاصة بهيك ظروف لسبب لأن قانون عسكري لأن قانون مسلكي أو قانون مدني. هلا في 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 عندنا جرم، في عندنا جريمة واضحة، مش بس عندنا قانون مسلكي، في كمان عندنا قانون لا عسكري التحقيقات المسلكية. لا ما هيدا ما بيكفي، كمان في شباب لازم تتوقف، وفي حال كانت أخذ أوامر لازم كمان الأعطى الأوامر هو على أي أساس يحاسب، على أي أساس أعطى أمر، هل كان يقابل بسلاح، هل كان في قنابل بين إيدين المتظاهرين لحد هلا، حتى لو كانوا عم بيقولوا مندسين بوزارة البيئة كان في مندسين، كانوا الشباب معروفين فوق، بالتالي كانوا عم بيعبروا عن رأيهم قاعدين على الأرض، ما كانوا عم كان مطلبهم واضح، ما كان في أي عنف ولا كان في أي شغب جوات وزارة البيئة، فبالتالي شو تبريرهم، شو تبرير وزير الداخلية لهالموضوع؟ يعني اليوم إذا كان الإجراء مسلكي لا يكفي لوحده؟ لا يكفي أكيد لا يكفي، ما فينا دائما نهرب ونقول لأنه هن عسكر دائما منعاقبهم عقوبة مسلكية، نحن بنعرف كثير منيح شو هي العقوبة المسلكية، هذا لا يكفي، مثل ما الشباب عم تتوقف مثل بهيك ظروف استثنائية عم يعلن وزير الداخلية إنه عندنا ظروف استثنائية، نحن كمان بنقول له بهيك ظروف استثنائية لازم يكون في مسؤولية أكبر بكثير، خاصة إنه قوى الأمن ملزمين بحماية المتظاهرين، مش بالهجوم عليهم والتعدي عليهم. بس كمان في صور فرجت رمي أناني عليهم حجار، قنابل مولوتوف، وطلعت بيانات وفرجت كمان مصابين من قوى الأمن، ونحن شفنا إنه بعض عناصر من قوى الأمن أصيبوا. هون تتقاسم المسؤولية، يتقاسم الطرفين. نحن أكيد منا هون عم نحمي الأشخاص اللي اعتدوا، أكيد نحن ما عم نحمي الأشخاص في حال كان في تصرف فردي، تصرف حدا، بس أنا بأكد لك إنه ما كان في قنابل بين إيدين المتظاهرين، كل اللي كان كل واحد عم يعبر بطريقته. نحن عم نفصل بين المتظاهرين السلميين وآخرين. آخرين، بس بنفس الوقت هودي الشباب اللي عم بيقولوا إنه في شباب مندسين، هو الشباب المندسين أغلبهم هن اللي توقفوا، هن شباب منا، والدليل إنه انعمل لهم فحوصات مخدرات. هل هي الفحوصات بحق لها كأجهزة تجرية؟ أكيد لا. لأنه مثلا تنقول نحن بعقلنا البسيط إذا مرقين على حاجز عم بيعملوا لك التست تبع الألكول، صح، هيدا بحق له، مش واقف معك محامي. صحيح. طب هالشي ما بينطبق على المخدرات؟ صحيح، ولأكد لك أكثر، وهيدا الشيء أخذنا وعد من مدعي عام التمييز القاضي حمود انه يتوقف اجراء فحص للموقوفين او المعتقلين، لانه هو معتقلي راي، فالمبدا هو انه نازلين يعبروا عن راي بشرف وكرامه، مش هذا مخالف للقانون، هذا الاجراء بالمخافر، منهم شباب الفكره اللي عم بيصرخوا في ثلاثة طلعوا عم بيتعاطوا مخدرات في ثلاثة. طب نحن ببلد شو ناطر مثلا انه نكون كلنا بنشبه بعض من اصل 83 واكثر، لانه العدد خليني ما اكون دقيقه، في عندي لحد هلا اكثر من 90 شاب هود اللي نحن بنعرفهم، هاو كلياتهم طلع ثلاثه، اذا كانوا ثلاثه بيتعاطوا فنصف كل الحراك كمان ما انه مقبول هيدا الشيء، مثل نفس الشيء مثل ما نحن عم نقابل من ميله ثانيه وبنقول القوى الامنيه اللي عم بيواجهونا بهي الطريقه اكيد مش كلهم هيك، لانه هو اولادنا واهلنا واصحابنا. كل الموقوفين انعمل لهم هيدي الفحوصات او عدد قليل مثل ما قال وزير الداخليه؟ اول مظاهرات كلهم انعمل لهم هي الفحوصات، وكانوا عم بياخذوا كمان، وهي مخالف للقانون، مخالف للقانون، عم بياخذوا كانوا الفحص اذا بينعمل من خلال الفحوصات اللي عم تنعمل بالمستشفى، هيدي هذا غير موضوع طبيعي او بوجود طبيب شرعي مثلا، بيجي مختبر وبيدفعوا له الاهل، بيضطروا ملزمين يدفعوا له 50,000، هيدي هون صارت صفقات، يعني ما بتصير، ونحن عندنا الدليل اكيد ما بنحكي، هيدا اللي صار، معنا ايصالات بتثبت انه كانوا عم ياخذوا 50,000 اوكي من كل شاب وصبيه، والاهل كانوا عم بيتصلوا فينا بيبكوا انه نحن انه عم يطلبوا منا ندفع 50,000 ليره لنجري هيدا الفحص، واكيد عندنا الدليل اللي بيثبت. اوكي، طب استاذ اليوم اذا الوزير الداخلية اعلن نتائج لا ترضيكم قانونا او مسلكيا او بالتدابير والاجراءات، اكان على نتيجة الاجراءات بحق العسكر قوى الامن والمسؤولين عنهم، اكان على مستوى الموقوفين، انتم مجهزين حالكم تتحركوا قضائيا وضد مين؟ ضد وزارة الداخلية، ضد عناصر قوى الامن، ضد وزارة البيئة، ضد مين؟ نحن تقدمنا بالشكوين اللي قدمناهم لعلي جبق المتضرر، علي جبق وعبد الله محفوظ، تقدمنا ضد مجهول وكل وقوى الامن
والعسكر، يعني القوى الأمن والعسكر والمجهول، يعني أي حدا بيظهروا التحقيق من خلالهم قوى الأمن مجهولين عسكريين نحن مدعيين عليهم أكيد حتى يتبين مين الأشخاص اللي هن كانوا مسؤولين بشكل مباشر بهيدا الجرم. وادعينا بالمواد اللي تلحظ تعدي بالضرب في حال صار في تعطيل عن العمل، في حال صار في عطل دائم على أي متضرر أو شاب أو متظاهر أو معتقل، كمان كيف بده يحاسب وفقا للقانون وليس فقط وفقا أو مسلكيا وفقا للإجراء المسلكي اللي بياخذوه قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية. كحق عام حق عام أكيد لازم يتحقق. بس بدي لك شيء، نحن يعني مرة بتذكر أنا عملت مقابلة مع أحد رؤساء البلديات، قال نحن إذا بدنا نطالب بأموال نهر ضد مين بدنا نرفع الدعوة؟ ضد الدولة، ضد أي وزارة؟ ليش فيك أنت تحجزي أو تلاحقي دولة أو تلاحقي وزير؟ مزبوط. يعني يعني شيء المضحك المبكي أنه طب ما في حدا أعطى قرار، في حدا موافق على اللي صار، طب أنه ليش بده يدفع مثلا العسكري. عنصر الدرك أو الضابط اللي كان على الأرض للأسف. ينفصلوا هيك، طب ما في حدا أعطاه مش للأسف. من راسه هو. لا كرمال هيك نحن ما نتحرك باتجاه تاني. أكيد نحن عارفين انه مش هن الخصم المباشر لنا قوى الامن والعسكر اكيد، وعم نكرر لهم اياها كثير، مش هن ابدا. نحن كرمال هيك عنا اكيد موقف، وبس ناطرين ليطلع بمؤتمر صحفي وزير الداخليه ويعلن عن التحقيقات والنتائج، وعلى اساسها عنا موقف. نحن بنعرف انه المسؤول الاول، قلت أنا قدام وزارة الداخلية وبكرر مسؤول لأول وزارة الداخلية بمعزل مين الوزير، لأنه هيدا المكان الصرح اللي هي موجودة لا تحمل متظاهرين وأي مواطن لبناني. هو صرح عام ولا يعني وليس منه شيء خاص لوزير معين ولا لجهة معينة أو طائفة معين، لا بالعكس، هاي أي وزير بيكون موجود فيها عليه يقوم بواجباته بحماية الناس بداية، حماية الأمن مثل ما كانوا عم بيقولوا، مثل ما طلعوا قانون سير ليحموا الناس، هيدا هو شعاره. كمان هلا نحن هون كمتظاهرين لنا حق نعبر بأي طريقة، في كل واحد عنده طريقته، حضرتك بتكوني بتعبري بأسلوبك يمكن من خلال مهنتك، أنا بعبر بطريقتي، كل حدا في شاب تاني ممكن من وحرية التعبير مكفولة بالدستور. مزبوط. يعني فمنا كمان ما نقول نتخبى ولا اسمعنا ونقول ممكن نشوفكم مثلا بتدافعوا عن عناصر قوى الامن يلي بيكونوا مثلا طلعوا هن كبش المحرقه، لانه يعني سوري عم بحكي هيك وعم بضحك، لانه ولا مره بيصير شيء الا ما بنشوف العناصر هن اللي بيدفعوا ثمن بيكونوا كبش المحرقه، وهن اصلا كبش محرقه، لا بياخذوا رواتب مثل ما لازم، مش اخذين السلسله، ومعيشتهم صعبه، ومنشوف كيف ان المخطوفين متروكين للاسف. وهيدا يمكن اللي بنفهمهم وين واقفين، وبنقول للشباب روقوا لانه مش هن خصمنا، يعني نحن دائما عم نعمل حاجز بشري بيننا وبينهم، لانه حاجز مش بمعنى الحاجز، حاجز بشري لنحميهم ونحمي حالنا. بس بدي اوصل لهم هيك، بدي ابعث لهم رساله منا لهم، رساله محبه، بدي اقول لهم حتى لو شو ما كانت عندكم اوامر، شو ما كانت الاوامر، انتو هلا عارفين كيف الوضع، بس ترجع على بيتك عم ترجع تشلح بدلتك، شو ما كان العقاب المسلكي لك لانك ما طبقت او ما نفذت اوامر معينه، انت عم تحمي خيك بالشارع وعم تحمي اختك وعم تحمي مصير بلد بكامله لقدام. فبس قبل ما تتصرفوا اي تصرف، قبل ما تاذوا هالشباب، قبل ما تخوفوا الناس ببيوتها شوي تروق، تتخوف الناس وما تقعد تنزل، يعني ما هي هيدي هي، يعني الناس عم بتقول لك انه لا، بس لا، ما نرجع نكرر انه هيدي حق لكل مواطن، مش بس في حمله معينه هي داعيه، هيدي صحتنا، صحه اي مواطن عنده لو شو ما كان. كيف تشوف قبلك من التيار الوطني الحر وكمان أدينه بشدة وهن تنكل فيهم وتعرضوا، يعني منتذكر 7 آب، منتذكر 9 تموز، ومنتذكر كمان قبل شو صار أيام الوصاية السورية أو الاحتلال السوري، رفضوا جملة وتفصيلا ما اللي صار مبارح، وكل اللبنانيين رفضوا، يعني ما عم بيروح من بالنا والحمد لله على سلامته، بس أنا ما عم بيروح من بالي لأنه شفته كيف محمول لوسيان، كيف هو مؤسف يعني بهيدي كان قبل الطريقة. كمان الشاب اللي بالأيو اتش كمان صح، ومحمد قصير. اليوم خلينا نحط على جنب دورك كلجنة دفاع عنهم كمحامين، اليوم الشارع لكل اللبنانيين بغض النظر على انتماءاتهم، عم نسمع صار صوت
من مثقفين من فنانين من اعلاميين استضفناهم من امبارح لليوم انه لا ما فيكم تكونوا انتم يا شباب رافضينين للاخر يلي بده يجي يقول لكم اوكي انا حزبي بنتمي لهيدا الحزب بس انا ما راح ارفع يافطتي الحزبيه بس انا عم برفع مطالبي اللي بتجمعني انا وياكم بعدكم على هيدي النقزه او لا هيدا لانه زباله بكل بيت وبكل منطقه وبكل شارع وعند كل طائفه وعند كل مذهب وعند الاورنج وعند الاصفر وعند الاخضر وعند الازرق 100% بس هلا شباب او الحزبيين اللي بينتموا لحزب معين هن مواطنين اولا ما هيك صح اوكي يعني مين بده يمنعهم ينزلوا كمواطنين على الشارع مين بده يمنعهم وقت اللي بننزل كلنا من دون شعارات حزبيه معينه انا اذا بنتمي لحزب معين او لطائفه معينه بنتمي لحزب معين لا ما بنتمي انا مستقل الحمد لله فاذا انا بنتمي ونزلت بشعار حزبي او باوامر من مسؤول الحزب او زعيمي طب انا شو بكون عملت شو بنكون عملنا بهيدا الحراك رجعنا بس عم بتعمموا منظومه الفساد على الكل بينما لا مش كل فاسدين الكل لا اكيد مش كل الاشخاص فاسدين بس نحن هون اذا ما نتلقف حزب معين ويمكن مطالبه مثل مطالبنا هي فعلا مطالب وطنيه بس اذا ما نتلقف ساعتها بده يتاخذ الحراك لمطرح ثاني خلينا هيك اي مواطن بينزل ليش العوني ولا القواتي ولا الاشتراكي ولا بدي عدهم كلهم ولا اللي بيتبع لاي حزب كان اذا نزل لهون ليش مش موجودين بيناتنا لما حكوا وصرحوا بالاعلام وقالوا انا بنتمي لهيدي الطائفه وبنتمي لهيدا الحزب بس انا عندي مطالب هيك بكون صح. عن جد وصل للوطنيه المرتفعه هيك قلتي هيك كره الثلج يمكن تكبر تتدحرج على نحن فاتحين على اللي قاعدين على الكراسي ملزقين عليها يا ريت نحن فاتحين ايدينا للكل بس ينزلوا من دون نأذى انه نحن كمجتمع مدني ما حدا يجير له لا لا يجير للشعب اللبناني وهن لازم يخافوا عليها اكثر منا اذا عندهم مطالب مثل رانيا غيث المحاميه رانيا غيث انا بدي اشكرك تسلمي. يعني استمتعت كثير بهيدا الجزء لانه حبيت مثلي انا كمان مواطنين حابين نفهم فعلا بالقانون لانه امبارح كثير سمعنا اقتحام لا مرفق عام وكيف القانون بيقول وبغير شيء كلمه اخيره لانه خلص وقتنا بدي اضيف شغله لانه كثير عم نسمع انه نحن جايين نحمل الزعران بدي اقولها مثل ما هي بدي اقول كلمه انه هون مواطنين ما حدا يصنف الاخر واي حدا له حق نحن موجودين كلنا على من كل لبنان وكل مناطق اللبنانية. أنا بدي أشكرك رانيا غيث أنا بدي أشكر متابعتكم لألنا مشاهدينا طبعاً نحن بالـ LBCI أصلاً هي كل الألوان ولكل الناس وإذا في ناس بتعبر بطريقة بدك تفهمي أول شيء هي ليش هيك بتعبر ليش هيدي هي طريقتها لأنه هيدي الناس إذا بتفوتي على مناطق أو على شوارعها بتشوفي قديش محرومة وقديش مطوقة فما حدا له حق يصنف صحيح أنا بدي أشكرك رانيا غيث بشكر متابعتكم لألنا مشاهدينا إذا الله رد برجع بلاقيكم بمواعيد أخرى ونحن طبعا موجودين معكم صبح وظهر وعشية مباشرة من ساحة الشهداء إلى اللقاء